مع المهندس رحمة الله عليه، معروف جدا. ده انت سامر الصوت بيقطع ده عندي بس ولا لا لا، الصوت بيقطع من عندنا، مش عارف ليه، في عنده مشكلة في الصوت، أحاول أصلحه. هو المهندس محمد ماجد هو اللي كان بينظم المؤتمر السنوي لتخطيط وإدارة المشاريع، أعتقد بقاله كذا سنة، أعتقد 5 سنين أو كده، كان في جامعة أمريكية وبعد كده أونلاين، خبرة أكتر من 14 سنة خبرة عملية في مشاريع ضخمة، وحصل على العديد من شهادات إدارة المشاريع زي الـ MBA والـ AI فريق. فإن شاء الله يعني أتمنى إن احنا نستمتع بالمحاضرة دي بإذن الله. أتفضل أتفضل يا باشمهندس. أتفضل يا باشمهندس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة. محتوى المحاضرة إن شاء الله احنا هنتكلم على مقدمة عن الكوست مانجمنت، مش هنتكلم كتير ولكن هناخد شوية معلومات مختلفة كده ومتنوعة في حوالين الموضوع كله بصفة عامة، وهنتكلم على الشهادات الاحترافية وبالتحديد السي سي بي، هنتكلم عليها بتفاصيل شوية إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم على عناصر التكلفة الرئيسية للمشاريع، إيه هي الكوست إيليمنتس، المكونات الرئيسية لتكاليف المشاريع. بعد كده هنتكلم على طرق ومستويات تقدير التكاليف بناء على الـ ACE مقسماها لكام مستوى، ايه هي المستويات دي واستخدام كل واحد منهم ايه. بعد كده هنتكلم على القيمة المكتسبة الـ Earned Value واستخدامه في الكوست كنترول، التحكم في التكاليف. وبعدين المؤثرات المختلفة على التكاليف، الحاجات التانية اللي بتأثر على التكاليف. احنا عارفين ان موضوع التكاليف ده احنا في كل الحاجات بنبص في الآخر على التكلفة، يعني احنا لما بنيجي نشتغل في حتى البرامج الزمنيه مثلا بنشوف الوقت هيأثر قد ايه على التكلفه، ما بنيجي نشتغل في العقود بنشوف العقود هتأثر قد ايه على التكلفه، فدايما في عناصر كتير بتأثر على التكاليف وهي من الحاجات اللي بتبقى اساسيه. يعني انا لما بحب اظهر شغلي في جزئيه معينه بقول للشركه انه ده هيؤدي الى زياده المكسب، هيؤدي الى توفير في التكاليف، فدايما انا بحاول كل الحاجات التانيه تلاقيها في الاخر بتصب ان انا ايه اقول ان ده بيؤثر على التكاليف بشكل عامل ازاي للشركه، لانه الهدف من الشركات والبزنس في الاخر هو المكسب، فتقليل التكاليف وزياده الارباح. وبعدين اهم الشهادات الاحترافيه في اداره التكاليف، وزي ما قلنا هنركز شويه على السي سي بي بعد كده. فكره عن شهاده السي سي بي سيرتيفايد كوست بروفيشنال من الاي سي اي الامريكيه وكيفيه الحصول عليها، ايه هي الشهاده شكلها عامل ازاي ومكوناتها والحصول عليها بيبقى خطواته ايه. أول حاجة المهام الرئيسية لمهندس التكاليف، إيه هي الحاجات الأساسية اللي بيعملها مهندس التكاليف؟ تقدير الأسعار الاستيميتنج، والحقيقة من الحاجات الأعمال اللي ممتعة جدا الواحد يشتغل فيها إنه تعمل كوست استيميتنج، خصوصا لما يبقى في مرحلة التندرنج كمان في مشروع كامل في الأول، فبتلاقي نفسك كأنك بتحاول تعيش رحلة المشروع كله ودورة حياته كلها في التنفيذ من قبل ما يبدأ، فبيبقى فيها متعة وبيبقى فيها برضه صعوبة ان انت بتتوقع الحاجات اللي ممكن تحصل ايه، والكلام ده شكله لما يتنفذ هيتنفذ ازاي وبالتالي يتكلف قد ايه، وتبتدي تدرس بقى كل الحاجات دي وتأثيرها وتجمع الاسعار اللي موجودة برضه في السوق بحيث انك تدخل بسعر تنافسي كويس يبقى فيه مكسب وفي نفس الوقت تكسب التندر اللي انت داخل فيه. فهي من الاعمال الحقيقة الانترستنج وكانت ممتعة جدا الواحد لما اشتغل في الكوست استيميتنج. طبعا احيانا بيبقى فيه استيميشن اثناء مده المشروع نفسها، انه لو في بنود جديده او حاجات بقى ابتدي تعمل لها اسعار جديده فبيتعمل لها برضو احيانا استيميشن ويتعمل لها بريك داون وتسعير. الحاجات الثانيه حساب الكميات الكوانت سيرفينج، انه بعد ما بدا المشروع بيبتدي يشتغل وبعد كده بيبتدي يتعمل بقى ايه مستخلصات وكده، فبيبتدي يتعمل حساب الكميات اللي اتنفذت لو هو المشروع ريميجر، وبيتعمل في الاول برضو البيل اوف كوانتيتي نفسها، فبيبقى في الاول عن طريق المالك برضو الكوانت سيرفير هو اللي بيعمل البيل اوف كوانتيتي اللي في الاول اللي هتبقى في مستندات الطرح بتاعه المشروع، وبعدين بعد كده اثناء التنفيذ هو اللي هيبتدي بيبقى بيعمل الحصر بتاع الكميات لو المشروع ريميجر، يبتدي يعمل الحصر بتاع الكميات عشان يتحسب على الكميات اللي اتنفذت، فهي من الاعمال برضو المهمه جدا. والتحكم في التكاليف الكوست كنترول، وده موضوع تشالنجنج جدا وبيبقى فيه تحدي كبير، انه انت ازاي تقيس انه ده كان المفروض يتصرف عليه كام واتصرف عليه كام فعليا، والنجاح فيه مش سهل. يعني يمكن المهام التانية بتعتمد على عوامل
اقل شويه، انه الشخص نفسه اللي بيبقى بيدير الموضوع بيبقى عنده معظم الصلاحيات ومعظم الامكانيات بتاعته ان هو يقدر يوصل لده بنفسه، ولو فلو سكيلز بتاعته عاليه والنولج وامكانياته في ان هو يقدر يعمل مهام بتاعه تقدير التكاليف او حساب الكميات بيقدر يعملها بصوره كويسه. انما الكوست كنترول بقى بيحتاج انه يبقى ثقافه في المؤسسه كلها، ان انت هتطبق ده على المؤسسه كلها، كل التكاليف اللي بتتصرف في كل حته بيتعمل لها ريبورتنج بطريقه تساعد بان انت تشوف ده اتصرفت على ايه. وهو ده التشالنج اللي بيبقى في الموضوع، اللي هو بياخد يعني خد معانا في بعض الشركات المطمئنه فترات طويله على ما يوصل نبتدي يدي لك نتائج. انه في الاول بيبتدي ان انت علشان تدرب الناس وتفهمهم ازاي يوجهوا الحاجات انه تتوجه بطريقه صحيحه علشان تطلع لك في اخر نتيجه تقدر تحسب منها، لانه احيانا كتير حاجات كانت بتتوجه غلط سواء من السايت والناس اللي في كونستراكشن، يبقى برضه ان انت بتديله مراكز تكاليف يوجه عليها او انه بيوجه على اعمال معينه، وبعض الحاجات بتبقى الاستخدامات سواء عماله او مواد متقسمه ما بين بعض الحاجات، او هو بيديها بيعمل ديليجيشن للتاسك دي لحد بيبقى مش فاهمها قوي فبيستسهل ويوجه بطريقه غلط. فده في الكونستراكت في السايت تيم نفسه، في برضه في الانفنتوري بقى والستورز والحاجات دي، انه المخازن الحاجات اللي خرجت من المخزن خرجت على ايه وخرجت ازاي، واما تخرج لازم تخرج متوجهه على اعمال معينه، فبرضه كان بيبقى فيه صعوبه. كل المصرفات اللي بتتصرف ان هي برضه تتوجه، وكان برضه بيبتدي بقى الفواتير اللي اتصرفت واي حاجه اتصرفت تبتدي تتجمع بعد كده وتترصد وتتوجه على اتصرفت في ايه وازاي. فكان بيبقى محتاج ثقافه تبقى موجوده في الشركه وفي المشروع، ويبقى كل الناس بتساعد في ان العمليه دي تنجح، لانها فعلا عمليه يعني نجاحها مش سهل على قد طبعا فائدتها الكبيره. اهميه دور مهندس التكاليف، في بعض الهيئات العالميه بتحاول تتكلم في ستاندرايزيشن للموضوع، منهم International Cost Engineering Council، هي بتجمع مجموعه من الهيئات مش للاشخاص، لهيئات بتمثل فيها بحيث ان هي تعمل برضو ستاندردز لموضوع الكونت سيرفينج والكوست انجينيرنج، وبيبتدي بقى دراسه التكاليف بيبقى على دوره حياه المشروع. دي برضو من الحاجات المهمه اللي بيعملها الكوست انجينيرنج، انه انت بتدرس التكاليف مش بس تكاليف التنفيذ، لا لو من الاول خالص من الاول مشروع بتبتدي تدرس التكاليف على دوره حياه المشروع كلها، انه من اول دراسه المشروع والتصميم بتاعه وتنفيذه واثناء الاوبريشن شكل التكاليف دي هيبقى عامل ازاي. وزي ما هنشوف شويه نتكلم بعد شويه عن الفاليو انجينيرنج وفكره انه التكاليف، وبرضه الناس في الفاسيلتي مانجمنت بيتكلموا على الموضوع ده، انه التكاليف اثناء التشغيل في حاجات ممكن تكلفتها تبقى صغيره في الشراء والتنفيذ، ولكن اثناء التشغيل يبقى بتسبب لك تكلفه كبيره، وبالتالي على دوره حياه المشروع نفسها ما تبقاش بتوفر لك. وده بنشوفه احنا في سلع كتير، انت ممكن تشتري سلعه رخيصه بس مش ديورابل، مش هتقعد معاك فتره كويسه، فبتبتدي تشتري سلعه ثانيه وثالثه ورابعه، غير اما تشتري سلعه تبقى معمره هتعيش معاك فتره اطول وتكاليف صيانتها يبقى اقل، وبالتالي تستفيد منها اكتر وتكلفتها عامه تبقى اقل. تجهيز المستندات الماليه للمنافسات والعطاءات، زي ما كنا قلنا برضو الكونسيرفينج بيبقى له جزء في الاول انه بيعمل المستندات بتاعه التندر البيل اوف كوانتيتي، فالمستندات دي بيجهزها الكوست انجينيرنج، وبرده في بيبقى معمول ثيرد بارتي استيميت او تقدير مرجعي بيبقى معمول في الاول، بحيث انه بيتقارن عليه بعد كده الاسعار اللي بتتقدم علشان نعرف الاسعار اللي اتقدمت دي قريبه من الاسعار السوق ولا بعيده، ولا هيقدر الشخص برده ده ينفذها ولا لا. الترسيه المناسبه للعطاءات حسب السعر، فده زي ما قلنا بعد كده بقى متقدمه العطاءات بيدرس الاسعار اللي متقدمه، وبنعمل تحليل فني بناء على التسعير اللي كان معمول اللي قبل كده والتسعير اللي متقدم من كل مقاول، ونبتدي نشوف انه شكل بقى الاسعار دي زايده بنسبه قد ايه وقلت بنسبه قد ايه، ونطلع منها انه الاسعار دي مناسبه ولا لا، لانه في كتير في انظمه التندرنج بيبقى الاسعار لو متدنيه قوي بيستبعد المقاول، واحنا بنبتدي ندخل لنسب الاسعار دي جواها والبالانس اللي موجود جوه التسعير، واحيانا بنواجه بعض الحاجات انه بيبقى الاستيميت نفسه فيه مشكله، يعني التقدير اللي كان معمول ده نفسه هو اللي فيه غلط، لانك بتلاقي المقاولين كلهم مقدمين بنفس السعر والتقدير هو اللي سعره مختلف اقل بكتير او اكبر بكتير، اما ان التقدير معمول غلط او ان التوصيف كان فيه مشكله والمقاولين ما يدروش يفهموا البند كويس، وبالتالي هيبتدوا هم بينفذوا هيبقى الموضوع ده هيحتاج بقى انه هيدخل في فاريشن او
هيسبب لهم بقى مشاكل سواء خسارة للطرف ده أو الطرف ده. فالجزئية دي برضو بتبقى مهمة في أثناء الترسية، مقارنة الأسعار بالتفاصيل بتاعتها وقد إيه في بنود متدنية وقد إيه في بنود مرتفعة وارتفاعها نسبته قد إيه وتدني نسبته قد إيه، وهل ده يستدعي إن الشخص اللي مقدم ده يستبعد ولا ممكن قبوله في المنافسة من الناحية الفنية للتسعير. تنافسية الشركة والفوز بالمناقصات والمشاريع، طبعا دي من الحاجات المهمة والشركات بتعتبرها كتير أسرار في الجزئية دي، إن هو القسم بتاع التندرنج لما بيجي يسعر مشروع بيبتدي يشوف بيسعره بطريقة معينة، وفي الآخر التسعير اللي بيعمله ده بيحاول بنسبة كبيرة يعتبر إن هو سري وما يطلعوش لبقية الناس، لأنه ده تنافسيته ما بين الشركات وبيساعده في إنه يفوز بالمناقصات اللي بيدخلها. ولكن السرية الزيادة في الموضوع بتعمل مشكلة، لأنه الكلام ده لما بيعرفوا الناس بتوع التنفيذ بيبتدوا انه هيفيدوا بعد كده الناس في التندرنج لو حاجه اتسعرت غلط او كده، ان الغلط ده ما يتكررش تاني، اللي كان بتحصل معانا في بعض المشاريع انه يجي مشروع متسعر، خصوصا لما يبقى كمان نفس المالك ومشاريع مشابهه ومشروع اتسعر غلط وفي او بنود معينه اتسعرت فيه غلط واترس على الشركه وبدات تنفذه، وبعدين اكتشف ان خدوا مشروع بعده مع نفس المالك وبرده في نفس المالك ونفس المقاول وبرده البنود المتسعره غلط هي نفسها، فما استفادوش من اللي حصل في التنفيذ. فالسرية الزيادة دي احيانا بتعمل كتير مشاكل، انه لا مهم ان الناس بتوع التنفيذ يشوفوا الحاجات دي، مهم ان هو يبقى مع الناس برضو اللي هتبتدي تعمل كوست كنترول. احيانا كتير برضو كان في زملاء بيكلمونا شغالين في بعض الشركات كوست كنترول، لا انا مش معايا التسعير كان تم ازاي، فبالتالي انا لما بجمع بيانات ما بقدرش اقارنها بحاجه، انا دايما ببقى عايز اقارن اللي اتنفذ بيه اللي كان متسعر ازاي وكان متخطط ازاي، فما بيبقى مش معايا السعر ده فبقاش عارف يقارن ويحاولوا يعملوا الكلام ده مركزي ويفشلوا في عمله. فالكلام ده مشاركته ما بين الشركة ومساعدة انه بالعكس هو سريته مش هتساعد في النجاح، بالعكس بتسبب مشاكل اكتر منها بتفيد الشركة. تحصيل حقوق الشركة عن الاعمال المنفذة، زي ما قلنا بعد ما نفذنا الاعمال بيبتدي يتعمل لو المشروع ريميجر هيتعمل مستخلصات ويتحسر الاعمال اللي اتنفذت. حقيقة الواحد قابل بعض الناس في الجزئية دي شاطرين جدا، ان هو بيبقى يعني نيجي نعمل مستخلص تلاقي مهندس التنفيذي جاي بيراجع معاك ويقول لك لا الجزئيه دي كانت في الشوب درون فيها التفاصيل الفلانيه وتنفذت كذا، فانت ممكن الكميه ما تاخدش بالك منها في الحسابات، فما تيجي تحسب ضيف الكميه دي وضيف الكميه دي وهنا ضيف خرسانات كذا وضيف حديد تسليح كذا، وبالتالي بتساعد انه فعلا تاخد حقك بالظبط زي ما اتنفذ وتحصل على جميع الحقوق. والمراجعه بقى نفسها سواء من طرف بيبتدي المقاول هو بيقدم مستخلص وبيتراجع من الاستشاري، برضه الاستشاري يبقى عنده ناس كواليفايد ان هي بتقدر تراجع كويس سواء الحصر او الكميات او طريقه الحسابات الكامله للمستخلصات. وبعد كده مراقبه التكاليف الكوست كنترول زي ما قلنا عليها، انه التكاليف الفعليه اللي اتنفذت علاقتها ايه بالاستيميشن اللي اتعمل في الاول، ده ان الاستيميت ده هو البلان الخطه اللي كان المفروض يمشي عليها التنفيذ، ان هو في الاخر ما ينفذه بالتكلفه دي، لكن فعليا هيتنفذ بتكلفه مختلفه، فمقارنه التكلفه دي ومعرفه الفروقات فين هيساعد في انه يبتدي نحل المشاكل اللي في الفروقات دي علشان نقلل الخسائر لو في خسائر، ويبتدي يحصل انه يتحقق المكسب او الارباح اللي كانت موجوده، او لو احنا بدانا نكتشف ان في مشكله قللت على الارباح في الفتره دي من المشروع نبتدي نشوف البنود اللي بعد كده في المشروع ونحقق فيها ارباح ازاي، بحيث ان انا نحافظ على الربح العام للمشروع، ما بقاش انا خسرت في البنود دي والبنود اللي جايه بخسر فيها، او احاول ان انا ازود المكسب اللي فيها، هكسب فيها مكسب معين مش قادر يغطي الخساره، لا احاول ازود المكسب على قد ما اقدر اللي فيها، بحيث ان انا احصل في الاخر ان المشروع يطلع في الاخر كسبان ويحقق ارباح. والحال موضوع الارباح بتاعه المقاولات دلوقتي ما بقتش يعني زي الاول الناس بيتكلموا في انه متخيل ان هو مزود كوست حاطط الكوست ومزود عليه بروفيت بقى 15% و20% والحاجات دي، لا الدراسات بتقول دلوقتي انه لا المقاول بيكسب في الاخر برينج من 2 ل 5% مثلا، وتلاقي انه موضوع الريتنشن بقى ان هو لو عليه حجوزات وكده ممكن تاخر له انه ياخد الربح ده زي ما هنشوف بعد شويه في الكاش فلو. فالجزئيه دي بقت كمان انه بدا ينظر لها بقى انه ممكن نقلل الريتنشن في بعض العبده كتير يفكروا في الجزئيه دي علشان المقاول يقدر يكسب ويقدر يساعد في انه الكاش فلو بتاعه يبقى شغال وتنافسيته وكده. فالارباح بتاعه المشاريع بتبقى مهمه، ومراقبه ده بقى على مستوى الكاش فلو بتاع المشروع والتمويل هنشوفه وهنتكلم عنه في تفاصيل جايه، ودي هنا
الـ ICMS كانت منزلة برضو هي مسؤولة عن بتتكلم على دورة التكاليف بتاعة الكوست وفي الكونستراكشن وبرضو اللايف كوست سايكل. في الإصدار الثاني بدأوا يتكلموا أكتر على التكاليف خلال دورة حياة المشروع كلها، وهي بتتكلم على الستاندرز بتاعة الحسابات بتاعة القياس وكده. الدور المالي برضو في المطالبات والمنازعات، إنه ما بيبقى فيه claims أو disputes بيبقى فيه برضو دور الconserving في الحسابات بتاعة التكاليف بتاعتها والcost engineering في تكاليف المطالبة دي، إنه القيمة بتاعتها والأثر بتاعها، سواء لو هي مطالبة زمنية ليها prolongation cost أو هي مطالبة مالية من الأساس وبنود جديدة أو بنود حصل فيها تغيير، فبيبقى ليهم دور في حساب إنه إيه التكلفة دي قد إيه. عناصر التكلفة الرئيسية للمشاريع، زي إحنا عارفين الريسورسز الرئيسية عندنا هم ثلاث أنواع: الموارد المباشرة اللي هي العمالة والمعدات والمواد اللي هم بنسميهم أحيانا 3M manpower وماشينري وإكويب ومانباور وماشينري وماتيريال. فدول ال 3M الأساسيين بيضاف عليهم بقى بعد كده احنا الناس بتضيف عليهم M money بتعبر عن السب كونتراكتورز مقاولين الباطن. فيبقى احنا عندنا الحاجة ممكن تتقسم، مقاول باطن برضو نفسه هيبقى عنده نفس التكاليف دي من جواه بقى عمالة ومعدات ومواد، ولكن انت بتيجي تتعامل معاه مش بتتعامل معاه بالتكاليف المباشرة دي، لا انت بتتعامل معاه هو بيبقى بالنسبة لك كتكلفة مباشرة ان هو هيدي لك السعر كام مباشرة، وهو بقى عنده جوه تكلفته هو بيبقى جواها برضو نفس الريسورسز دي في تفاصيله. فانت هتبص على التكلفة المباشرة اللي انت هتصرفها، هتبص على مقاولين الباطن، هتبص على الرسوم والمصاريف الحكومية لو محملة على المشروع، سواء بقى مين اللي هيدفعها وهتدفع قيمتها قد ايه، فبالتالي دي كوست برضو محتاجة تحسب على المشروع بطريقة كويسة. لو احنا في ديسبوزال لمواد مثلا هتنقلها وبالتالي هتكلفك مصاريف في اماكن معينة هتوصلها لها ومصاريف نقل ومش عارف ايه، سواء بقى تراخيص او غيرها من المصاريف الحكومية اللي بتبقى موجودة، تصاريح وتراخيص وفسحات وما شابه. فالحاجات دي كلها مصاريف محتاجة تتحسب وتتكلف على المشروع. في مصاريف اعمال تانية مؤقتة بتتعمل عندك انت عشان تعمل مثلا تعمل سكافولدنج، علشان تعمل بلاسترنج وورك، علشان تعمل كونكريت وورك، بتعمل شدات سواء بقى بانواع مختلفه، فانت هتحتاج تستخدم شدات شكلها عامل ازاي، وعدد الشدات اللي انت هتحتاجها علشان مده المشروع، والتوصيف بقى في السبيكس انه هو محتاجين فيرفيس كونكريت ولا الشكل الكونكريت عامل ازاي، فانت هتستعمل الماتيريالز اللي انت هتستعملها مؤقته علشان اعمال الصب او اعمال تنفيذ اي اعمال من بعد كده والتشطيبات وما شابه، ايه هي الاعمال المؤقته دي، وتبتدي تبقى لازم تهتم بتكلفتها لان تكلفتها كبيره، فتحسب على المشروع والحاجه دي بتستخدم كم مره، ولا بتجيب سبلاير من بره هو اللي بيعملها لك، وعدد مرات استخدامها والهالك اللي فيها وادوات العمل برضو اللي هيشتغل بيها التيم اللي معاك. فالحاجات دي كلها فيبقى لها تكاليف وطرق التنفيذ نفسها لو تستهلك حاجات معينه، فالتكاليف دي محتاج يتم برضو الاهتمام بيها وحسابها على الاعمال. برضو احنا اعمال السيفتي بيبقى لها تكاليف معينه ان انت هتحتاج تكلف هيبقى تكلفتها قد ايه، وتضاف لاحيانا ما بتبقاش ليها فيات مباشره بتبقى محمله على الاعمال، فبالتالي محتاج تهتم انك تحسبها وتشوفها تحمل على الاسعار بتاعتك ازاي. واخر حاجه التكاليف الغير مباشره. التكاليف الغير مباشره سواء بقى تكاليف غير مباشره للموقع نفسه، الاوفر هيد بتاع السايت نفسه، انه طقم الاشراف اللي موجود في الموقع والمكاتب والفاسيلتيز اللي موجوده جوه المشروع نفسه، او من الهيد اوفيس برضو تحميله قد ايه على المشروع. والحاجات دي ليها طرق كتير في حسابها وازاي بتختار بقى الطريقه المناسبه. المكونات الرئيسيه لتكاليف كل عنصر، كل عنصر بقى بيبقى جواه ايه. مثلا لو رحنا للثلاث عناصر دول ورحنا اول حاجه العماله، بيبقى فيه اجر يومي للعامل. هل الاجر اليومي ده هو كل تكلفه العامل؟ هي لا، بيبقى فيه اجازات تانية مدفوعه، فده برضو بتزيد على التكلفه. والاجازات دي بقى سواء اجازات اجازه من اجازه سنويه او اجازات مرضيه، فالحاجات دي بتبقى مدفوعه، وبالتالي ده بتزيد التكلفه اليوميه للعامل. التامينات واللي انت هتدفعها على العمال دول
دي برضو من التكاليف اللي هتتكلفها. الإقامة والبدلات لو أنت بتدفع لهم إقامات معينة أو بدلات معينة، مصاريف معينة بتصرفها مش موجودة في الأجر اليومي اللي أنت بتديها له، فكل المصاريف اللي أنت بتصرفها دي محتاجة تتحمل على الأجر اليومي للعامل، وبالتالي أنت حسبت إنه العامل بياخد كام في الشهر في يوميته كذا، دي مش بتبقى مباشرة إنه ده كده خلاص أنت حسبت تكلفته، لا تكلفته لازم يتحمل عليها كل الحاجات التانية دي. وبعدين من الحاجات المهمة بقى إنه تكلفة الفريق، أنت في الآخر اللي بيجي ينفذ العمل بيبقى كرو، مجموعة من العمال هم دول اللي بينفذوا نوع العمل ده، وبالتالي المجموعة دي كلها هم كده هم دول اللي هيشتغلوا مع بعض علشان ينفذوا الأعمال دي، وبالتالي أنت بتيجي تقوم واخد تكلفة الفريق اليومية ده كام، الفريق ده تكلفته كام، وبالتالي أقدر أعرف تكلفته كل يوم كام وهينفذ العمل ده في قد إيه، وبالتالي يبقى تكلفة تنفيذ العمل ده كام. إنما الحسبة بس بإن أنت هتبتدي تحسب الفرد نفسه مش هتلاقيها بتطلع صحيحة، والكلام ده بيبان أكتر بقى في المواد، إنه كمية المواد دي هتفرق في تكلفتها. طبعا المواد برضو تكلفة التصنيع حسب نوع المواد، المواد دي مواد هل هي موجودة كميات وتقدر اون شيلف تقدر تروح تشتريها مباشرة، ولا هي مواد كاستمايزد بتتصنع عليك مخصوص، فتكلفة التصنيع بتاعتها بتفرق. تكلفة الجودة بتاعت المادة دي، المواصفات طالبة جودة شكلها عامل ازاي، فبالتالي الجودة دي ليها تكلفة. والهالك بتاع المواد ده نسبته قد ايه، وابتدي تشوف انه كمان طريقة التنفيذ نفسها بتحدد كمية الهالك ونسب الهالك، انه مثلا بتنفذ ارضيات في مساحات صغيرة فيبقى الهالك كبير، ارضيات في مساحات كبيرة ممكن يبقى الهالك قليل، وهكذا على بنود كتير. فنسب الهالك دي محتاج تدرس برضو بطريقة كويسة بحيث ان تشوف ان تحط نسب هالك مناسبة، ما يطلعش عندك في الاخر انه الهالك الحقيقي كبير وانت كنت عامل حسابك على نسبة غلط. النقل والتخزين، هل انت شغال جاست ان تايم بتورد على طول الحاجة تنفذ، ولا بتنقل لمخزن وبعدين بعد كده يحصل هاندلنج نقل من المخزن ده للموقع، وبتعمل كم مرة هاندلنج، بتنقل المخزن الرئيسية وبعدين مخزن مشروع وبعدين بتنقل للموقع على حسب ظروف. احيانا بيبقى في مواقع بتبقى في وسط البلد وامكانية انك تعمل مخازن كبيرة داخل موقع المشروع بتبقى فيها صعوبة، فبالتالي بتعمل مخازن صغيرة قوي وبتعتمد انك بتخزن في مخازن رئيسية بعيدة، فتورد المواد هناك وبعدين ترجع تعمل لها هاندلنج تنقلها للمشروع وبعدين ترجع تنقلها تاني لمكان العمل، انت نقلتها لمخزن المشروع، بعدين انت مشروع مالتي ستوري بيلدينج فتنقلها لادوار مختلفة، فكل دور هيبقى له تكلفة في النقل. فتكلفة النقل بقى ده محتاج برضو تبقى بتراعيه في تكلفة المواد، ان هو هيتعمل لها نقل كام مرة، وتكلفة النقل ده شكله عامل ازاي، وتكلفة التخزين نفسه المواد دي نفسها تخزينها شكله عامل ازاي. احنا بيبقى عندنا انواع مختلفة من المخازن، احيانا المواد بتخزن بس مجرد ان هي بتحط في مساحة فاضية، واحيانا تحط كده وخلاص، احيانا تحط على الواح خشبية وتحط بلايرز معينة ما تحطش اكتر من كذا طبقة فوق بعض من المواد دي، احيانا مواد تانية بتحتاج ان هي تتخزن في مخازن مقفولة ومغطاة شيد بس كده بس مظلات علشان تتخزن علشان تحميها من الشمس والمطر وما شابه، في مواد تانية بتحتاج تتخزن في اماكن مكيفة، فكل تكلفة التخزين من دول لمادة هتفرق، وانت هتبتدي تشوف انت محتاج مساحة مخازن قد ايه من كل نوع من دول حسب المواد اللي انت هتجيبها، وتكلفة التخزين دي هتتحمل على المادة نفسها، فتبقى عارف انت تبقى عندك في الاول حسابات الحاجات دي هتعمل بشكلها عامل ازاي، وبالتالي تقدر تحسب تكلفة المواد بطريقة صحيحة. وتكلفة الكمية، احنا دايما بنيجي نقول انت بتيجي تدرس بند بتدرس البند بكميته، مش بتدرس البند يونت، مش وحدة واحدة هتنفذها، لا انا لما هنفذ 1000 يونت غير اما هنفذ 10 يونتس، فتكلفة ده غير تكلفة ده، فبالتالي انت محتاج ما تيجي تدرس انت هتسعر في الاخر يونت ريت في البيل اوف كوانتيتي، ولكن انت محتاج في الدراسه نفسها تكون دارس التكلفه للكميه كامله، لانه هي دي اللي هتحدد لك اليونت ريت بعد كده، تقسم على الكميه وتطلع اليونت ريت، مش العكس، مش تحسب اليونت ريت وتضربها في الكميه، لا انت بتحسب تكلفه الكميه كامله وتقسمها على اليونتس اللي موجوده وتطلع منها اليونت ريت، لانه الكميه بزيادتها او نقصها بيأثر على تكلفه الوحده فيها. علشان كده في العقود بتلاقي الموضوع ده برضو موجود، انه لو حصل اختلاف للكمية بنسبة كبيرة النسبة دي بتأثر على تغيير السعر، انه ممكن السعر يتغير لو زاد الاختلاف ده عن نسبة معينة. برضو الجزء بتاع المعدات بقى، انه تكلفة المعدات، فانت عندك ايجار المعدة، والمعدة دي هتأجرها، لو المعدة دي انت اللي مشتريها
فبيبقى لها تكلفة إهلاك، إنه إهلاكها قد إيه، الإهلاك اليومي للمعدات دي وطرق الإهلاك اللي أنت بتحسب بيها، وحسب نوع المعدة بيختلف أحيانا طريقة الإهلاك حسب المعدة دي التكنولوجيا فيها قد إيه، لأن الحاجات التكنولوجيا بيبقى فيها عالية بيبقى الإهلاك فيها كبير في الأول وبعدين بعد كده بيقل، وأحيانا في حاجات تانية بيبقى الإهلاك فيها متساوي شوية على الزمن. الصيانة، تكلفة صيانة المعدات محتاجة تتحمل على تكلفة المعدة. سعر البيع بتاع المعدة، أنت في الآخر بعد ما تستهلك المعدة دي لمدة معينة فهتبيعها إمتى وسعر بيعها هيبقى شكله عامل إزاي، وحسب طريقة بيع المعدة يتحدد السعر بتاعها. دي كده الايه الاليمنتس الرئيسيه الثلاثه وتاثير عناصر التكاليف بتاعتهم. طيب طرق تقدير التكاليف بقى، انا بقدر تكاليف المشروع بقدرها ايه، هي الطرق اللي بتستخدم. انا طبعا لو وصلت ان انا حسبت التفاصيل اللي انا كنت بتكلم عنها دي كلها فانا وصلت لطريقه فيها تقدير تفاصيل وطلع لي دقه عاليه، هي مش هي دي الطريقه الوحيده، احيانا بيبقى في طرق ثانيه لتقدير التكاليف اسرع شويه ويبقى على حسب كمان تعريف السكوب بتاع المشروع. ففي حاجات بتبقى conceptual estimating، تقدير مبدئي، انا بيبقى عندي حتى تعريف المشروع وتفاصيله كلها مش موجوده فبيتعمل بس تقدير مبدئي انه المشروع ده بالسكوب المخطط ليه حجم العمل ده انه هيتنفذ في المكان الفلاني بالطريقه الفلانيه دي يبقى كده ممكن يتكلف كام. في تقدير بالنسبه او المعامل، ان انا بشوف بالنسبه والتناسب ما بين مشروع تاني انه المتر مثلا بيتكلف كام، فده المشروع ده كان كام متر وهنا كام متر، فانا هطلع تكلفه المشروع ده حسب الامتار اللي فيه او حسب نسبه معينه بالنسبه والتناسب لمشروع تاني. هبتدي ادخل عوامل اكتر ومتغيرات اكتر بقى للمشروع، ببتدي اعمل حاجه اسمها بارامتريك استيميتنج، انه اختلاف المكان واختلاف بقى مع الهيستوري والزمن وده تنفذ امتى وده تنفذ امتى، وادخل العوامل دي ببتدي بقى اسمه بارامتريك استيميتنج. دي بقى التقدير التفصيلي الديتيلد او ديترمينستيك، زي ما احنا اتكلمنا انه هبتدي احسب تكلفه كل الريسورسز اللي موجوده وكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها اللي فاتت دي واجمعها بقى مع بعض، اعمل اجريجيشن لكل التكاليف دي، هبتدي اطلع بقى تكلفه المشروع. فده تقدير تفصيلي بوتوم اب، ان انا باخد كل التفاصيل من تحت واجمعها علشان اطلع تكلفه المشروع. طبعا في حاجات احيانا باسترشاديه بتساعد، يعني الار اس مينز من احد الجهات اللي هي بتتكلم على التكاليف، انه تكاليف البنود في الاماكن المختلفه حسب العوامل المختلفه، ومفصله بقى الحاجات دي انه تقدر منها تعرف تكلفه البند ده بحسب التفاصيل المختلفه دي، هو مكانه هيتنفذ فين ونوع العمل شكله ايه والمواصفات بتاعته ايه، بتطلع اسعار الكلام ده وبيحدثه باستمرار وحاطين على مستوى العالم بحيث انه اماكن مختلفه يقدروا يطلعوا لك الاسعار بتاعتها، فبتساعد وبتساعد برضو في البرودكتيفيتي لمعرفه الانتاجيات والحاجات دي، لانه انت برضو بتيجي في العماله والمعدات بتتكلم التكلفه بتعتمد على انتاجيه، فهم برضو احنا الناس كتير بتستخدمهم كمرجعيه للبرودكتيفيتي بيعملوا بيحسبوا منها الانتاجيات للعماله والمعدات. مستويات بقى التقدير ده، الاي سي اي امريكان اسوسيشن اوف كوست انجينيرنج بتتكلم على مستويات مقسمه 5 مستويات، فكلاس 5 اللي هو اقل دقه اللي هو بيبقى عندك تعريف المشروع اصلا وصل انه لحد 2%، انت مش معرف المشروع قوي، فدي مرحله بتبقى مجرد ان انت عندك انواع مشاريع وبتختار منها انسب مشروع، فده ايه سكريننج، انت بتختار المشاريع دي تكلفتها كام وتشوف مثلا الريتيرن اون انفستمنت ولا حاجه وتبتدي تطلع بقى انا هصرف عليه كام وهيجيب لي ارباح قد ايه وكده واختار انسب مشروع. فبالتالي دي ايه بتبقى الدقه بتاعتها بتبقى ضعيفه، بتبقى في اللو بتبقى ممكن تبقى اقل ب 20-50% او في الهاي تبقى اكتر ب 30-100% زياده عن السعر. والطرق اللي بتستخدم مثلا كاباسيتي فاكتور ان هو زي ما قلنا بالنسبه والتناسب، او حاجات جادجمنت ان هو ايه مع الخبره كده حد بالخبره يقول لك الشكل عامل ازاي، او احيانا بيستخدم بارامتريك بس دي غالبا بتبقى في تفاصيل اكتر شويه، يعني تلاقي حتى البارامتريك موجوده في الايه في التفصيل في الكلاس اللي بعده اللي هو بدأ التعريف اكتر يزيد بقى ان هو الديفينيشن بتاع المشروع زاد لحد 15%، وده بيستخدم في الفيزابيليتي ستادي ان انا ابتدي عايز ادرس جدول المشروع، انا خلاص عملت سكريننج واخترت قلت المشروع ده ممكن انفذه طيب جدول ايه، فابتدي عايز احسب اعمل دراسه جدوى من الاول بالتفصيل شويه فابتدي اطلع تفاصيل اكتر، فيبقى هنا انا بستخدم الطريقه اللي بعدها ممكن يبقى
هنا equipment factor نسبة بالمعدات او parametric انه زي ما قلنا ايه بيبقى فيها استخدم تفاصيل اكتر ونسب اكتر اوصل لدقة اعلى. هتلاقي هنا الدقة ايه بدأت النسب الحيوب بتاعتها ونسب بعدها عن الرينج بتاعها يقل شوية انه في الماينس وماينس 15 ل 30 وفي الزيادة ممكن تبقى زايدة لحد 50% زيادة عن السعر اللي هيتنفذ بيه. لوف 3 بدأ يتكلم بقى انه التعريف بدأ يزيد لحد 40%. هنا وصلت بقى انت عايز تعمل بودجت تحدد ميزانيات علشان المصاريف اللي هتصرفها في المشاريع فتحدد الميزانيات بتاعتك فيبتدي هنا بدأت تدخل بقى في تفاصيل اكتر. هنا سمعت بعض الطرق سيمي ديتيلد يونت كوست انت بتبتدي توصل لتفاصيل اكتر ولكن مش مفصل بالكامل يعني نصف تفصيل هنا. فهنا بدأ يقول انه النسب هنا بدأت ايه يقرب اكتر من الدقة ماينس 10 على ماينس 20 ومن زائد 10 زائد 30. كلاس 4 بدأ يدخل انه هو بيعمل بقى وصلت حد 75% ودي احيانا توصل ان انت بتعمل كنترول او تندرز في العطاءات عايز تطرح مشاريع فبتدي تعمل استمت زي ما قلنا الاستمت اللي هو الثيرد بارتي استمت او الاستمت اللي اتعمل في الاول اللي بيبقى ريفرنس هنرجع له هنقارن بيه اللي قدمه بعد كده فيبقى ده هيبقى كلاس 2 ان هو ديتيلد بقى وبدا يطلع تيك اوف كوانتيتيز برده يطلع ايه الكميات اللي هتنفذ شكلها عامل ازاي ولكن مش بتفاصيل كبيره يعني مش بدقه عاليه ولكن بنسبه مقبوله للمرحله دي. وهنا الدقه بدات تزيد جدا وصل من ماينس 5 ناقص 15 فالنقص وفي زياده من زائد 5 زائد 20. كلاس 1 بقى اللي هو التفصيلي بقى التفصيل الدقه كلها وده مقاول بقى هيقدم تندر فعاده بيدرس بكل التفاصيل. طبعا مش زي المقاولين هم بيقدموا بيدرسوا بالتفاصيل دي ممكن يدرس بتفاصيل اقل شويه ولكن لما بيبقى مشروع كبير وهو عايز يبقى ينافس فيه كويس ويحقق فيه مكاسب جيده وفعلا وينافس فيه كويس بحيث ان السعر بتاعه يبقى منافس اقل من التانيين ويحقق له ربح كويس فبيدخل في تفاصيل اكتر وبيبتدي يشوف الكميات بدقه شكلها عامل ازاي ما بتعتمدش حتى على البيل اوف كوانتيتي اللي جايه له لا يبتدي يراجع تاني شكل الكميات يحصرها شكله عامل ازاي هل الكميات دي هتزيد ولا هتقل ويبتدي الكلام ده يساعده بقى في التسعير انه لو عارف الكميات دي هتزيد فممكن يزود هنا سعره شويه علشان الكميه اللي موجوده قليله بالنسبه للكميات اللي هتتنفذ بعد كده او لو الكميات دي هتقل العكس يقلل سعره شويه لانه عارف ان الكميات دي هتبقى قليله والكميه اللي موجوده كبيره فهتاثر على منافسته للاسعار وان هو يبقى اقل من المنافسين الباقيين. فالحاجات دي بتبقى هنا بقى في الايه كلاس 1 هو دخل في تفاصيل التفاصيل التسعير وابتدي بقى بيدور حتى على البدائل اللي هيستخدمها وبيبعت يجيب اسعار للحاجات اللي هتنفذ من بره ويبعت يجيب كذا سعر لكل حاجه ويقارن ما بين الاسعار دي والعروض اللي متقدمه له ويبتدي يختار منهم ويبتدي يبقى عنده قائمه موردين ومقاولين باطن داخل بيهم المشروع والحاجات دي بيبتدوا بعد كده بقى ان هو ساعه التنفيذ يبتدي يرجع يراجع معاهم تاني الاسعار اللي هم قدموها علشان ينفذ المشروع. تقرير التكاليف من الحاجات المهمه بقى ان انت بعد ما عملت استيميتنج انك تطلع تقرير مش تطلع بس الاستيميت ده وان انا ساعات كذا لا انه يبقى فيه تقرير مع الكلام ده. زي ما احنا بنتكلم في حتى في البرامج الزمنيه مثلا بنقول ان في ناريتيف بيطلع مع البرنامج الزمني. فاي حاجه انت مهم انك تكتب وتسجل الحاجات اللي انت عملتها. انت خلال ما انت رحلتك وانت بتسعر المشروع ده وتقدر التكاليف بتاعته عملت حاجات كتير، جمعت معلومات من اماكن مختلفه، افترضت افتراضات وانت شغال، حسبت حسابات معينه، فكل الحاجات دي محتاجه تتكتب. لانه كتابتها هتفيدك بعد كده في المشاريع اللي بعدها وهتفيد الشركه بعد كده في ان هي تتعلم منها. فكتابه الحاجات دي مهمه جدا. فمهم انه دايما بنقول للناس انت ما يبقى عندك اسامبشنز معينه ما تعتمدش ان انت عارفها وان الشخص اللي قدامك هيفهمها، لا دايما اكتب الحاجات دي. فمهم كتابه تقرير للتكاليف بعد ما عملت الاستيميتنج ده تكتب ريبورت الاستيميتنج ده شكله اتعمل ازاي. فعلى المعلومات المختلفه المستخدمه، الاسعار المواد اللي انت استخدمتها، اسعار العماله وساعات اللي انت التشارتس اللي انت استعملتها والمعلومات اللي انت جبتها منين والانتاجيات جبتها منين واليوميات بتاعتهم والكروز نفسها الفرق العمل تكوينها ايه عشان بعد كده انت الكلام ده لو زي ما قلت ان هو راح للكوست كنترول ولا راجعوا الناس بتوع التنفيذ وبدا يقولوا انه احنا فعلا استخدمنا الكلام ده، لا استخدمنا حاجه مختلفه، الفريق كان بيبقى مختلف، فتقدر تستفيد منه تاني في التسعير بعد كده للمشاريع اللي بعد كده.
العوامل المختلفة اللي انت استخدمتها دي كمعلومات. بعد كده الحسابات بقى والافتراضات نفسها البيزز اوف استيميت، انت ايه الاسس اللي انت حسبت عليها، التقدير بتاعك، ملخصات التقدير، التفاصيل بتاعه التقدير دي نفسها، البنش ماركينج، انت لما كنت بتقدر كنت بترجع لحاجه مراجعه معينه انه تعرف منين ان السعر ده شكله صح ولا غلط، ريكونسيليشن ريبورتس، بعد ما سعرت في الاخر بدات تقول لا الاسعار دي بناء على عوامل معينه بدات تتغير فيها، فالتوفيق اللي انت عملته ده برضو تبتدي تحدده، وباك اب لكل الايه الحسابات اللي انت حسبتها. فده يبقى كده ايه ده الاستيميشن بتاعك. البنش ماركينج بقى ده من الحاجات المهمه، وفي برضو جهات بتشتغل عليه ان هي تطلع كل فتره تطلع لك انه اسعار السوق شكله عامل ازاي، فبالتالي انت تبقى عارف ان انت بتسعر الحاجه دي او جاي لك اسعار من حد بره انه السوق فيه ايه، فبالتالي انه السعر ده بالنسبه للسوق قليل ولا كبير، انت تسعيرك نفسه هيبقى شكله عامل ازاي. فالبنش ماركينج ده مهم من انه الفيلد بتاعك الاسعار فيه شكلها عامل ازاي، نسبه التكاليف بتاعتك لاجمالي تكلفه المشروع، تكلف كل جزء، تكاليف المشروع شكلها عامل ازاي، تكاليف الانجينيرنج، المعدات، العماله، كل نسب الحاجات دي للتكلفه الاجماليه. يعني لما بعمل في الاخر لما باجي اسعر في الاخر بجمع بقى في الاخر اقول انه في المشروع ده في الاخر العماله كلفاني كام، ممكن احيانا بنوعيات العماله واجمالي العماله كذا، نوعيات المواد واجمالي المواد كذا، نوعيات المعدات واجمالي المعدات كذا، طب نسب ده من التكلفه الاجماليه كام، طب النسب دي منطقيه ولا لا. فالكلام ده بيساعدك ان الحسابات بتاعتك تبقى صح. يعني احنا لما كنا بنيجي نحصر مثلا انت عندك بند مثلا خرسانه محمل عليه الحديد، فتيجي تحصر الحديد وتطلع نسب، احيانا ما كناش نحصر بقى بالحديد بالتفصيل قوي، ناخد اجزاء كده وان هي دي هتبقى تقريبا بتغطي شكل كامل المنشأ مثلا، وناخد اجزاء لانواع معينه مثلا حديد الاسقف مثلا، وناخد جزء كده ونقوم حاصرينه ونقول انه نسبه التسليح في الاسقف كذا كيلو في المتر المكعب. انت في دايما اما كان بيجي بقى يراجع المديرين بقى يرجعوا يراجعوا مع الناس اللي سعروا بيراجعوا ايه، يشوف بيشوف النسبه دي، النسبه دي هو عنده بنش مارك عارف انه النسب دي بتطلع عاده في رينج كذا، لو هي في الرينج ده يبقى الراجل اللي حصر ده حصر صح، لو هي مش في الرينج فيبتدي يشوف بقى يدخل في التفاصيل في الحاله دي يقول له طب هات لي الحصر، طب انت هنا ليه طلعت مش في الرينج، يا اما يطلع الكلام ده منطقي انه المنشا ده نفسه وفي اختلافات فطلعته مش في الرينج المعتاد، او انه حصل حاجه غلط، وبالتالي ايه يقدر يراجع هو الكلام ده بسرعه علشان يعرف انه الحسابات دي شكلها عامل ازاي. والاي سي اس كان برده مطلعه دوكيمنت عن الكوست اناليسز والبنش ماركينج، فبرده ممكن يبقى مفيد ليكم، هتلاقوه موجود برده الحاجات بتاعت الاي سي اس معظمها فري موجود على الانترنت. ده تقارير التكلفه. بعد كده الكاش فلو، دوره بقى الفلوس نفسها خلال المشروع نفسه، ان انت مهم يبقى عندك كاش، انت درست ان انا المشروع ده هيتكلف كذا وانا هصرف عليه كذا فانا هكسب مكسب معين، بس خلال ما انا هصرف، خلال مده المشروع، خلال شهور المشروع المختلفه وايام وطول ما انا شغال كده، هيبقى انا كسبان ولا هبقى عندي شورتج، هيبقى عندي سيوله موجوده اقدر اصرف بيها على المشروع، ولا هيبقى عندي احتياج لتمويل ان انا هحتاج امول المشروع في فتره من الفترات لحد ما في الاخر احصل على السيوله واحصل على المكسب. فعاده شكله بيبقى ازاي؟ احنا عارفين انه عاده شكله بيبقى شكل اس كيرف، شكل منحنى على شكل اس كده، انه في الاول المصاريف تبقى قليله وبعدين بتزيد وبعدين بترجع تقل تاني، الميل بيزيد وبيقل. فهنلاقي في الاول انه يبقى في مصروفات هيصرفها المقاول، والمفروض ان هو يبقى ممكن بيقدم مستخلصات، المستخلصات احيانا بتاخر فتره للصرف، فهتلاقي ان هو خلال الفتره دي على ما قدم كذا مستخلص ولكن على ما اتصرف اخد وقت، فبالتالي الايه الصرف بيبقى اقل من المستخلصات اللي متقدمه، فبيبقى في مستخلصات هو عملها ومنفذها ومدخلها على مستخلص، وفي مصاريف هو صرفها فدي عملها تصرف له، ودي مصاريف هو صرفها، وهو المصاريف اللي هو هتدخل للمقاول كاش ان ده عباره عن كلاينت كاش اوت اللي هو اللي بيدفعه المالك، المستخلص ده بياخده المقاول فهو كاش ان بالنسبه له، بيدفعه المالك فهو كاش اوت بالنسبه له. فاحنا عاده لما بنيجي نقدم كاش فلو في مشروع بيبقى هو ده الكاش فلو اللي متقدم اللي هو ايه اللي مشترك ما بين الاثنين، انما المفروض ان المقاول داخليا بيجهز واحد للكاش ان والاوت بتوعه هو علشان يعرف هو المصاريف بتاعته شكلها عامل ازاي. والحقيقه الحاجات دي بتبقى مهمه لما كنا بنقدمها للبنوك مثلا، تيجي تقدم حاجه زي دي البنك علشان بقى تشوف التمويل بتاعك، فبتبتدي تشوف بقى بتدخل بالتفاصيل اكتر ان المصاريف اللي انا هصرفها دي شكلها عامل ازاي، انه
في حاجات انا هوردها بوردها وبصرف مباشره، في حاجات بدفع من اول باطن بدفع له دفعه مقدمه برضو وبرجع بعد كده ادفع له مستخلصات وخصم الدفعه المقدمه، في ناس ثانيه ريتر اوف كريدت وبيحجز لي مبلغ في البنك وعلشان اشتغل وفي وفي وفي، فابتدي اعكس كل ده على الكاش فلو بتاعي، على الكاش اوت المصاريف اللي انا اصرفها كام ايه، واقارنها مع الكاش ان بقى المستخلصات، وابتدي اشوف الفرق بقى بعد كده اثر الدفعه المقدمه لو انا عندي دفعه مقدمه قد ايه، وغطت معايا دلوقتي انه الكاش اوت الاحمر ده مازال ان انا اقدر المستخلصات مغطيه معايا شويه لان انا اخدت مبلغ في الاول، وبعدين بعد كده بدا يحصل انه ايه، انه انا عملت اعمال ممكن استحق عليها مبالغ في الازرق دي، ولكن كمستخلصات انا صرفت الحد الاخضر ده لفرق التقديم المستخلص والصرف، فبقى في فرق، فبقى في الكاش اوت بتاعي اعلى، فانا بقيت صارف اكتر من المستخلصات اللي داخلين، فانا هنا في المرحله دي كده بدا يبقى عندي ايه مشكله ان انا عايز سيوله. بعد كده بدات انه ايه، لا خلاص الاخضر ده هو زاد اهو، المستخلصات سابها زادت ولحد نهايه المشروع، نهايه المشروع في ريتينشن، في مبلغ لسه محجوز هيبتدي يجي لي بقى بعد كده في الاخر خالص، بعد الايه المبالغ المحجوزه دي في الاخر خالص في التسليم الابتدائي والنهائي لو الحجز متقسم على كذا مرحله، فيجي لي لحد كده وابتدي اشوف بقى انا اخذت المكسب بتاعي امتى وشكله وقيمته قد ايه. طبعا هنا حصل الزون اللي احنا اتكلمنا عنها دي بقى، فيها بنسميها الفجوه التمويليه اللي هي المرحله اللي هو الاخضر اقل من الاحمر ده، فالمرحله دي بيحتاج المقاول ان هو ايه هو يمول فيها، فاحيانا ان هو بيبقى هو مقاول معاه كاش هو نفسه هيمول بنفسه وهيدفع هو المبالغ دي من معاه، واحيانا هو هيروح لبنك يموله، فما يروح لبنك ما يقول البنك هيبقى عايز يشوف الكيرف ده، فاحنا كنا بنجهز احنا الكيرف ده كتير نقدمه للبنوك ونبعت لهم التفاصيل بتاعته شكلها عامل ازاي، انه عندنا دفعه مقدمه كذا، متوقع مستخلصات شكلها قد ايه، مدد الصرف حسب العقد قد ايه، والمصاريف بتاعتنا على حسب شكل المواد اللي هنوردها والمصاريف الداخليه وشكل المصاريف كمان الخارجيه اللي احنا هنصرفها بحالتها كلها عامله ازاي، ونطلع الفرق، ودي الفجوه التمويليه المتوقعه وقيمتها اكبر قيمه ليها كذا، ومدتها هتبقى من بدايه التاريخ الشهر ده للشهر ده المشروع، بدايه مثلا الشهر العاشر هنا لحد الشهر 17 من المشروع، واقصى قيمه ليها مثلا موجوده في الشهر ال 13 تمثل نسبه تقارب مثلا هنا ايه 15% او 20% من المشروع. فيبقى انا عارف ان هو عندي 15% محتاج انه البنك يدفعهم لي فتره من فترات علشان اقدر ايه امول المشروع بتاعي، وبعدين بعد كده ايه هرجع استرجع الفلوس دي تاني بعد كده. طرق التمويل المختلفه، طبعا على مستوى البيزنس في طرق تمويل كتير، انه انت هتقدر تمول الكتب دي بتتكلم على بقى الموضوع من ناحيه الفاينانس، فمن ناحيه الفاينانس في طرق تمويل كتير، انت بتقدر عشان تمول شركه بتاخد قرض علشان تمول الشركه، ممكن بقى تبيع اصول علشان تمول الشركه، ممكن تعمل شراكه، ممكن سندات ماليه، تبيع قروض، تبيع اسهم، تطرح في طرح حرف البورصه والحاجات دي، فدي للشركات. احنا عاده في المشاريع بنركز على موضوع القروض ده، وهتلاقي برضو الار اي سي اس جت اتكلمت على الكاش فلو، اتكلمت شويه على موضوع اللونز القروض والكيفيه التعامل معاها وتاثيرها والتعامل معاها في الكاش فلو والتدفق النقدي بتاع المشروع، ده برضو دوكيمنت للار اي سي اس في الموضوع. الدوكيمنتس دي والاماكن دي اللي هو كرييتيف كومنز وبوك بون، دول هتلاقوا عليهم مراجع كتير مفيده في موضوع الاكاونتنج والفاينانس الحقيقي. اداره التكاليف في المشروع، احنا هنحاول نفصل بقى شويه بنود كده وناخد بعض البنود منها نتكلم عنها بالتفاصيل خلال المشروع. طبعا الاول كان في دراسه التكاليف على دوره حياه المشروع كله، بعدين في قرارات الشراء والتنفيذ الذاتي، الحقيقه القرارات دي في دراستها كتير مختزله، بيتكلم بس انه ايه انه على المشروع انا لو هشتري الحاجه دي من بره هشتريها بكام، ولو هنفذها تنفيذ ذاتي من عندي بكام، وتاثيرها على الكميه في المشروع نفسه عامل ازاي. انما مش دايما الموضوع كده، لو انا هشتري حاجه اسيت ليا علشان اعمل تنفيذ ذاتي، فالاسيت دي بتاعه الشركه بتقعد احيانا ما بتبقاش على مشروعنا انا بس احيانا بتقعد على اكتر من مشروع، فبيحتاج دراستها بطريقه بتبقى يعني اوسع شويه في كاسيت مانجمنت، مش بس على القرار الشراء والتنفيذ الذاتي اللي هو ميك اور باي ديسيشن. ف
الدراسه بتاعت الميكرو باي ديسيشن لوحدها بس من غير الاسيت مانجمنت الحقيقه بحس انه فيها قصور شويه في تعريف الموضوع ده، ان هو موضوع ايه بيبقى يعني اكبر من كده شويه. فالقرارات دي بتبقى من القرارات المهمه اللي بتساعد في استراتيجيه الشركه. بعض الشركات بتبقى عندها فكره ان هي عايزه تشتغل على اللونج تيرم ويبقى عندها اسيتس كتير هتستعملها في مشاريع كتير بعد كده، وشركات تانية لا بتبقى شايفه ان هي اصلا هي ممكن تشتغل في السوق ده نفسه لفتره قليله، فمش عايزه يبقى عندها اصول كتير، فبتبقى حريصه ان هي تعمل معظم الحاجات تنفيذ من بره. فبرضه الحاجات دي بيبقى ليها علاقه برؤيه الشركه وكمان استراتيجيه بتاعتها في السوق نفسه. تقدير التكاليف الكوست استيميتنج زي ما اتكلمنا عنه بمستوياته بالطرق بتاعته المختلفه في التفصيل. تحديد ميزانيه المشروع البادجيتنج وميزانيه المشروع وميزانيه كمان الشركه، لما اجي اجمع بقى كمان مشروع على مشروع على مشروع اشوف في السنه احنا بنجمع انه في السنه هنبقى عندنا مشاريع قد ايه وهنحتاج تمويل قد ايه وهنقدر نجيب التمويل ده ولا لا حسب الكاش فلو بتاع المشاريع دي. كنا بنعمل احيانا بعض الحاجات المبدئيه كده كل سنه بحيث ان احنا نبقى عارفين هنقدر نخش كمان في مشاريع جديده ولا لا على حسب المشاريع اللي موجوده عند في الشركه وقدرتها ان هي تقدم في مشاريع قد ايه، وبناء عليه كمان بتدرس انه هتقدر تدخل عطاءات في قد ايه في مشاريع وقيمه قد ايه خلال السنه. حساب الكميات والدفعات انه زي ما قلنا الكوانت سيرفيينج والمستخلصات. محاسبه التكاليف ده موضوع الاكاونتنج بقى، انه قسم المحاسبه بيشتغل ازاي وايه الطرق اللي بيشتغل بيها قسم المحاسبه، والتحكم في التكاليف الكوست كنترول. فاحنا هنتناول اخر ثلاث نقاط دول هنتكلم عنهم ونفصل فيهم شويه كده، انه حساب الكميات والدفعات. في عندنا انه الجداول الكميات مثلا امريكا وكندا شغالين بحاجه اسمها ماستر فورمات ويونيفورمات. الماستر فورمات بيتكلم ماتيريال بيست بناء على انواع الماتيريال المستخدمه، مثلا زي ما نخرص صنوات حديد وما شابه بقى من الماتيريالز المستخدمه في الانشاءات والتشطيبات الالكتروميكانيكال وخلافه، فبيعتمد على نوع الماتيريال وبيعمل لها كودنج وتصنيف بطريقه معينه. عاده بيستخدموه في البيل اوف كوانتيتي وبيستخدم في السبيسيفيكيشن برضه في المواصفات، فيبقى معروف الديفيجن رقم كذا او سيكشن رقم كذا ده بانهي نوع من المواد. اليونيفورمات بتستخدم شويه على الاليمنتس، بدل مثلا ما انا بقول خرسانات حديد تسليح كذا لا اقول سلاب اون جريد كولومز سلابس، بشتغل ايه اليمنتس شويه مش ماتيريالز. وبعد كده بقى طرق الحصر والقياس. الار اي سي اس ليها برنسبلز اوف ميجرمنت كانت عاملاها انترناشونال من فتره طويله وعملت نيو رولز برضو الميجرمنت بعد كده ومجموعه من الرولز المختلفه لو ان شاء الله مفيده في الموضوع ده. وبرضو الار اس اس كهيئه بريطانيه عندها جزء برضو للتسعير زي الار اس مينز اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، اللي هو بيتكلم على الاسعار حسب المواد والمواصفات والاماكن والحاجات دي، اسمه بي سي اي اس هتلاقيه برضو موجود عندهم بيتكلم على الجزء ده بتاع التسعير والانتاجيات. الار اس مينز امريكيه واللي طبعا الار اس اس بريطانيه. طرق محاسبه التكاليف ده موضوع شويه اكاونتنج، وزي ما قلت لكم الاثنين ريفرنس دول هتلاقوهم فيهم حاجات عن الاكاونتنج والفاينانس، فهتلاقوا الكتب دي في الاكاونتنج ده على تبقى مفيده بالنسبه لكم ان شاء الله. فبيتكلم هنا ان طرق حساب التكاليف شكلها عامل ازاي. انت في عندك في برضه في السي سي بي بيتكلم مانيفاكتشرنج والاوبريشن بينقسم لنوعين، ان انت في عندك احيانا حاجات بتشتغل بالمشروع ان انت بيجي لك اوردر معين جوب اوردر كوستنج، ان بيجي لك اوردر معين ان انت بتصنع كل حاجه بتصنعها حسب المواصفه اللي مطلوبه منها، فانت مطلوب منك تعمل مضخه بمواصفه كذا فبتصنعها مخصوص. لا في حاجه بقى بروسيس كوستنج، انت بتصنع مضخات بمواصفه ثابته دي حاجه ايه بتصنعها اون شيلف كده ان هو بتصنع بكميات كبيره وبعد كده بتروح بتتباع في بمواصفه ثابته. فالحاجات دي بتختلف في حساب التكاليف فيها، انه ده انت بالاوردر وان انت بتشتغل بروسيس بتشتغل انتاج عام بتنتج دي بتنتج حاجه منتج منه بكميات كبيره وبس، زي الامثله بتاعت الدقيق والسكر والحاجات دي اللي هي بكميات كبيره وبس. لا بتنتج حاجه بقى فيها تصنيع اكتر والماتيريال بتاعتك مصنعه اكتر، الماتيريال بتاعتك مصنعه اكتر ومصنعه كمان كاستمايزد على حسب طلب العميل. فكل حاجه من دول بيبقى لها طرق
لحساب التكاليف بتختلف، والطرق دي بتستخدم لتوزيع التكاليف ودراسة تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. طبعا الاكاونتنج بيبص للجزئية دي، انه التكاليف ده مع الأرباح لحد ما اوصل ان انا ايه اغطي التكاليف واوصل لحق ان انا الربح، فده بعد كمية قد ايه، فابتدي ابقى عارف انه المصنع ده محتاج يصنع كمية قد ايه او يعمل اوردرات قد ايه لحد ما يوصل ان هو يغطي تكاليفه ويبتدي يحقق ارباح، فده بنسميها البريك ايفن بوينت، ان هو يوصل لبريك ايفن بعد قد ايه. وكمان المصاريف بتاعت، لو انا كمان ضفت على الكلام ده مصاريف التاسيس وما شابه، فنبتدي نبقى عارفين دارسين البيزنس بتاعنا متوقع ان يوصل لبريك ايفن بوينت امتى، ويبتدي يحقق بقى يغطي المصاريف كل المصاريف اللي صرفها ويحقق ارباح. في طريقه مبنيه على اكتيفيتي بيزد كوست، ان هو بناء على الانشطه اللي هتتنفذ، وده طبعا هنا انت كده بدات تقرب انه خلال ما انا شغال بوزع على الانشطه نفسها، فبالتالي كل نشاط انا عارف هو صرف كام، ده هيساعدني ان انا كنت مخطط انه يصرف كام وصرف كام فعليا، فهيساعدني في الكنترول، وهيساعدني كمان في ان انا اوزع الاوفر هيد، ان انا لو عندي اوفر هيدز واندايركت ما اوزعهاش على كل الحاجات بالتساوي، لا بوزعها بنسب على حسب كل حاجه بتصرف قد ايه، فبالتالي بيساعد في توزيع الاوفر هيد على الانشطه، وبالتالي اقدر اعرف بقى في الاخر انه لو انا مكان بيعمل كذا منتج يقدر يعرف انهي المنتجات الكسبانه وانهي الخسرانه، والخسرانه دي في الاخر كمجموعه منتجات هو بيقدمها هل هي بتساعده في المكسب؟ احيانا بيبقى منتج خسران ولكن بيساعده في المكسب، هل هي بتساعده في المكسب ولا ما بتساعدوش في المكسب؟ ويبتدي يشوف بقى طريقه التسعير بتاعتها والتكلفه بناء على التكلفه اللي بتتكلف. كما يكون من المهم دراسه الميزانيه وطرق التسعير، ميزانيه المرصوده زي ما قلنا دي المشاريع والمؤسسات، وطرق التسعير نفسها انه هسعر زي ما قلنا انت بتسعر الحاجه دي ازاي، وعلشان هي نفسها تبقى بناء على التكلفه بتاعتها ولا بتسعرها بناء على حاجات تانية. في طرق كتير موجوده للتسعير مش بس التكاليف، والتعامل مع التدفق النقدي والكاش فلو بتاع مع الزمن، وزي ما شفنا احنا احتياج الكاش قد ايه، لانه في احيانا حاجات كتير بتبقى انت ممكن تبقى شايف ان انت كسبان ولكن انت عندك مشكله في الكاش ومش قادر تغطيها وتحققها، فهتقدر تعوضها ازاي وتحققها منين وتوصل فيها لحد فين كاش هتقدر توفره، فالحاجات دي برضو من الحاجات اللي درستها بتبقى مهمه. الجزء بقى بتاع الكوست كنترول، التحكم في التكاليف وخصوصا باستخدام الايرنت فاليو، فاحنا الايرنت فاليو بتعتمد على مجموعه من العناصر علشان تحسب زي ما قلنا الايه المخطط والفعلي وتقارن ما بينهم وتبتدي تطلع الفروقات فين. في مراجع كتير جدا مما في موضوع الايرنت فاليو، والحقيقه الايرنت فاليو من المواضيع الكبيره والمهمه جدا والمفيده جدا، يعني بعض الناس برضو بتختزله في جزئيات معينه في ان هو ثلاث اربع معادلات وهو ده بس موضوع الايرنت فاليو، لا الموضوع الحقيقه اكبر من كده، وفي مراجع كبيره جدا اتكلمت عنه ومتخصصه فيه، بس يعني هتلاقي هنا بعض الكتب اللي هو فليمنج اند كيبلينج ده هو مرجع بس على الايرنت فاليو ومرجع ضخم الحقيقه، وفي حاجات تانية من البي ام اي والاي سي اي والاي بي ام الانجليزيه ومن الاي سي اي وكتب تانية يعني فيها اجزاء عن الايرنت فاليو، وفي حاجات كلها كامله عن الايرنت فاليو، فدي مراجع كتير مهمه الحقيقه، حبيت اجمع الحاجات دي وادمجها مع بعض في كنولوج من مصادر مختلفه، وعملت لها كورس مخصوص عن الايرنت فاليو اتكلم عن تحديد مراكز التكلفه الكوست اكاونتس ازاي بتتحدد بطريقه صحيحه بحيث انه يبقى في مسؤوليه عنها وعلاقتها مع الاو بي اس الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر والدبليو اس الورك بريك داون ستراكشر، التحكم في التكاليف والوقت ونطاق العمل، الايرنت فاليو مش بس بتتكلم على الكوست كنترول لا كمان بتقدر تقيس بيها التايم والكوست ليها كنترول عليهم بطريقه ما، الفوركاستنج برضه الايرنت فاليو بتساعد في ليها طرق مختلفه في الفوركاستنج، وكل طريقه بتختارها بناء على عناصر معينه، انت تختار كل طريقه من دول، طرق الحساب وتعديل الكميات الاجماليه، احنا ما بيبقى عندنا عقد ريميجر الكميه بتتغير فبتتعامل معاه ازاي في الايرنت فاليو ادجستد كوانتيتي، الحساب طرق الحساب المبنيه على الزمن الايرنت ستادي، انا ليا يعني ما قدمت مع الاي سي اي التكنيكال بيبر قدمتها مخصوص عن الجزئيه دي الايرند سكيدول والاس بي اي وفرقه امتى خصوصا بعد انتهاء مده المشروع بيبقى مؤثر جدا مده المشروع الاصليه، وان انت بقى بعد كده
الـ SPI لو هو مبني على الكوست بيبين لك تحسن، انما لو SPI ده مبني على الايرنز سكادول لا بيبين لك صوره حقيقيه هل المشروع بيتحسن ولا لا. التكامل مع الفائض الكلي توتال فلوت والاس بي اي وعلاقتهم ببعض، وكل مدلول كل واحد وامتى تقدر تفهم الاثنين مع بعض. يعني واحد بيدي لك هيد اوف سكادول والثاني بيدي لك بيهايند سكادول، واحد بيدي لك انه في ديلي واحد بيدي لك انه ما فيش ديلي، والتكامل ما بينهم معناه ايه، انه لو حصل انه الاثنين بنفس المعنى يبقى ايه، ولو الاثنين فيهم تناقض يبقى معناه ايه، وعلاقه ده بالكريتيكال اكتيفيتيز والنان كريتيكال. والتقارير ازاي تستعرض الريبورتنج للايرنت فاليو، وايه القرارات اللي تقدر تتخذها في التايم والكوست بناء على الايرنت فاليو مانجمنت. فدي مواضيع كتير الحقيقه في الايرنت فاليو من الحاجات الاثريه الحقيقه في تعلمها في الكوست كنترول. فهناخد كده مثال مبسط كده مبدئي عشان نتكلم على الايرنت فاليو كمعنى. احنا عندنا في قيمه مخططه، فدي ميزانيه بنسميها بادجت كوست، انه ده الايه التكلفه المخططه للنشاط. والتكلفه المخططه دي كمان في اعمال مخططه ورك سكيدول، اعمال كان مخطط انها تتنفذ في المده دي، لانه الفاليو بتقاس لحد داتا ديت تاريخ معين. وفي بقى على الفعلي في اعمال فعليا نفذت ورك بيرفورمد هتبقى مختلفه عن ورك سكيدول، وفي تكلفه فعليا اتصرفت على الانشطه اكشوال كوست هتبقى مختلفه عن البادجت كوست. فاحنا عندنا البادجت كوست للاعمال المخططه ده كده كله مخطط، انت بتعرف التكلفه المخططه للاعمال المخططه، وبعدين التكلفه الاعمال المنفذه التكلفه الفعليه بتاعتها كام، فالتكلفه الفعليه للاعمال المنفذه ده كله فعلي. الايرنت فاليو بيحاول يدمج ما بين الاثنين دول، لان انت ما تقدرش تقارن الاثنين دول مباشره مع بعض، لانه الاعمال دي غير الاعمال دي وبتكلفه غير بعض، فانت ما بقتش عارف الفرق في الاعمال ولا الفرق في التكلفه. فانت محتاج زي ما احنا بنتعامل دايما في الرياضيات والفيزياء زمان، انت بتثبت معامل وبتبتدي تغير ايه، تشوف المعامل الثاني ما يتغير علشان تبتدي تقدر تعرف المشكله فين والفرق فين. فدي الفكره بتاعه الايرنت فاليو، ان هو عمل قيمه في النص عشان يقارن ما بين الاثنين. فانت عندك هنا البادجت كوست اوف ورك سكيدولد اللي هي التكاليف المخططه للاعمال المخططه، دي اول واحده اتكلمنا عليها، واخر واحده اللي هي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم التكاليف الفعليه للاعمال الفعليه. يبقى ده جزء كله بلاند وده جزء كله اكشوال. الايرنت فاليو عمل حاجه في النص، قالك طب الاعمال اللي نفذت فعليا دي كان مخطط لها بادجت مصاريف قد ايه، فطلع تكلفه كده نظريه، التكلفه النظريه دي هي اسمها الايرنت فاليو. علشان يقارن بقى، علشان انا هنا اما اجي اثبت البادجت كوست واقارن الورك سكيدول والورك بيرفورمد يبقى انا بقارن تايم، واما اثبت الورك بيرفورمد واقارن بادجت كوست باكشوال كوست يبقى انا بقارن كوست. يبقى انا هنا ايه بعمل كنترول على الاثنين بالطريقه دي. يبقى ده فائده الايرنت فاليو، فائده ان انا اوجدت الترم ده في النص ان هو اسمه ايرنت فاليو اللي هو البادجت كوست فور بيرفورمد، علشان اقدر اعمل المقارنه دي، اعمل كنترول على التايم ان انا اقارن ال ورك سكيدول والورك بيرفورمد مع تثبيت البادجت كوست، وان انا اقدر اقارن البادجت كوست مع الاكشوال كوست مع تثبيت الايه الورك بيرفورمد. فبالتالي هنا الايرنت فاليو هي معامل مشترك لمتابعه التايم مقارنتها بالبلاند فاليو، ولمتابعه الكوست والكنترول بتاع الكوست مقارنتها بالاكشوال كوست. فهنا لو ثبتنا زي ما قلنا الورك بيرفورمد وقارنا القيمه المخططه والفعليه يبقى احنا هنا بنقارن ايه كوست، يعني نتحكم في التكاليف. فبنطلع مجموعه معاملات، اول معامل اللي هو الكوست فارينس. الفارينس ده عباره عن ان انا بعمل الفرق ما بين الايرنت فاليو والاكشوال كوست. الايرنت فاليو اللي هو بادجت كوست فور بيرفورمد، كل معادلات الايرنت فاليو الاربعه الاولين دول كلهم بيبتدوا بالايه بالايرنت فاليو في الاول. فهنا الكوست فارينس عباره عن الايرنت فاليو ناقص الاكشوال كوست، وبالتالي المعامل ده لو طلع صفر يبقى انا اون بادجت، الاثنين زي بعض، انا كنت مخطط اصرف كذا وصرفت كذا على الاعمال اللي نفذت. طيب لو طلع ان هو اقل من الصفر طلع بالنيجاتيف، ده معناه ايه؟ انه التكلفه الاكشوال كانت اكبر، وبالتالي انا اوفر بادجت، صارف زياده عن البادجت عن المخطط اللي انا الميزانيه اللي انا كنت حاططها. ولو طلع اكبر من الصفر يبقى انا ايه؟ اندر بادجت، يبقى انا وفرت وصرفت اقل. يبقى انا الاندر بادجت ده انا موقفي كويس ان انا بوفر، انما الاوفر بادجت انا بصرف اكتر وفي مشكله. نفس الكلام بيعملوه باندكس، ان انا بقسم الايرنت فاليو على الاكشوال كوست. فبالتالي لما بقسمها مش هطلع بقى ايه اقل من الصفر، لا انا هطلع اقل من الواحد واكبر من الواحد. فلو هو بيساوي واحد يبقى الاثنين قد بعض يبقى اون بادجت، لو هو اقل من الواحد يبقى اوفر بادجت، لو هو اكبر من الواحد يبقى اندر
بادجت بنفس المعنى برضه. ودايما الفارينس والاندكس مع بعض بيكملوا لنا الصوره انه الفرق قد ايه ونسبته كام. لو الفرق صغير ونسبته كبيره، لو انا عندي فرق $10 من نسبه ما ان هو 50%، فانا صارف اكتر ب 100% ولا صارف اكتر ب 50%، والفرق ده شكله قد ايه كفلوس، فهيفرق معايا الاثنين دول. ان انا بعرف فرق النسبه، فانا ابتدي اشوف البند نفسه كان المفروض اصرف عليه كام فركز عليه، واعرف الفرق نفسه هيكلف لي قد ايه على المشروع كله. فالتكلفه قد ايه على المشروع كله دي لو انا بقارن لبند معين هتبتدي تبين لي انه ايه تاثيره كبير ولا قليل على كامل المشروع. فالاثنين بيتكاملوا مع بعض في ان هو يدوا لي معنى للمشروع. طبعا وكامل او على كامل المشروع كله هيبتدي برضه يوضح لي الصوره انه النسبه دي قيمتها قد ايه فلوس. مثال بسيط كده انه عشان نشوف تطبيق الموضوع لو طبقناه بالارقام شكله هيبقى عامل ازاي. فاحنا لو الايرنت فاليو عندنا كان 10,000 والاكشوال كوست 12,000، فيبقى انا كده صرفت ايه فعليا اكتر من اللي كان مفروض اصرف. فهنلاحظ انه هنا الكوست فارينس هيطلع عندي ايه 10 ناقص 12 هيطلع عندي بالنيجاتيف. قلنا النيجاتيف هنا يبقى اقل من الصفر اوفر بادجت. نفس الكلام لو عملنا السي بي اي هنقسم ال10 على 12 يطلع 0.83، هيطلع اقل من الواحد، فاقل من الواحد هنا اللي احنا قلنا عليها ايه اوفر بادجت. يبقى انا في الحاله دي طلع عندي ايه ناقص $2,000 او 0.83 اللي هو الكوست فارينس او السي بي اي، وعرفنا ان هو اوفر بادجت. نفس الكلام بيتعمل بقى لما اجي اقارن بالكوست، وبيطلع عندي في الاخر بقى مجموعه من الحالات ان هو لو شفنا انا قارنا الكوست وقارن التايم بقى التايم برضه هقارن نفس الحاجات اللي هم المعاملين التانيين اللي احنا كنا بنقول عليهم ان انا هقارن الايرنت فاليو بالبلاند فاليو، واطلع برضه نفس النتائج اللي هو في الكوست طلعنا اون بادجت واوفر بادجت واندر بادجت. في السكيدول هنطلع اون سكيدول وبيهايند سكيدول واهيد اوف سكيدول. ولو حطينا هنا الكوست فارينس والسكيدول فارينس وحطينا اربع بوزيشنز كده وشفنا في كل حاله هنبقى عاملين ازاي، فاحنا لو المشروع بتاعنا هنا الاثنين بوزيتيف فده معناه ان احنا ايه كسكيدول اهيد اوف سكيدول، وككوست فاحنا اندر بادجت، فوضع المشروع موفر فلوس وسابق برنامج الزمن، ودي طبعا حاله نادره يعني. الحاله الثانيه ان انا دخلت انه تاني حاله ان هو ايه ككوست بوزيتيف فيبقى هو اندر بادجت، وكاسكيدول بدا يبقى نيجاتيف فهو بقى بيهايند سكيدول متاخر ولكن موفر. الحاله الثالثه ان هو الاثنين نيجاتيف فهو هنا ايه متاخر واوفر بادجت صارف زياده. الحاله الرابعه انه التايم بوزيتيف والكوست نيجاتيف فهو صارف زياده واوفر بادجت ولكنه اهيد اوف سكيدول. فدي الحالات اللي تبقى بتطلعها لي الايرنت فاليو حسب الايه الكوست والتايم لحالات المشروع. المؤثرات المختلفه على التكاليف، ايه الحاجات الثانيه اللي بتاثر على التكاليف؟ شفت في بعض الزملاء سريع على الشات، هل نخلي الاسئله للاخر ولا نخلي الاسئله في الاخر؟ طيب احنا نكمل كده. المؤثرات المختلفه على التكاليف، ايه تاني هياثر على الكوست عندنا؟ فاحنا في مجموعه حاجات هتاثر على تكلفه المشروع. زي احنا اتكلمنا في الاول على تكاليف البنود، ايه الحاجات اللي بتاثر عليها؟ الكميات لما بتزيد بتاثر على التكلفه. اتكلمنا في الكاش فلو برضو قلنا شويه كلام عن الريتينشن والحاجات دي بتاثر على التمويل، في دفعه مقدمه ولا لا، الحاجات دي كلها بتاثر. فالحاجات دي هنجمعها في عناصر شكلها عامل ازاي بقى، انه المواصفات المشروع بتاثر على تكلفته، الجوده المطلوبه في المواصفه دي اكيد بتاثر على التكلفه، الهالك اللي موجود احنا اتكلمنا على بعض الحاجات في الهالك، والهالك ده احنا بيبقى على كل الريسورسز كمان، واللين يمكن لين مانجمنت بيتكلم على ازاي نتعامل مع الهالك ده على كل الريسورسز اللي موجوده معانا ونقلله ازاي بقدر الامكان. الوقت وتاثير الزمن على الاسعار، احنا لو عندنا مشروع مدته طويله فبيبتدي انه يبقى فيه تاثير التضخم والانفليشن على الاسعار بيبقى مؤثر، وبالتالي انا محتاج احسب بقى ان الفيوتشر فاليو شكلها عامل ازاي، انه المصاريف اللي انا هصرفها دي هصرفها امتى، وفي التوقيت ده قيمتها قد ايه بالنسبه لدلوقتي او بالنسبه لاخر المشروع، واجمع الحاجات دي سواء كبريزنت اطلع نت بريزنت فاليو انه من المصاريف اللي هتدخل لي واللي انا هصرفها والمستخلصات اللي هتجي لي في مواعيدها المختلفه
واحولهم كلهم لبريزنت فاليو حاليا قيمتهم قد ايه والنت بتاعهم قد ايه وهل هي فيها مكسب ولا لا، لانه ممكن الموضوع يبقى فيه مكسب ولكن المكسب مع الزمن انفليشن كالو وصل ان انا ما حولته لبريزنت فاليو طلع انه خساره. فبالتالي لو هو مده المشروع طويله محتاج ان انا احسب الفيوتشر فاليو والبريزنت فاليو واقارن الاثنين ببعض عشان ابقى عارف انه تاثير الزمن قد ايه بناء على التضخم والايكونومكس حسابات الاقتصاديات والحاجات دي حسابها بشكل عامل ازاي وتاثيره على المشروع. الهندسه القيميه الفاليو انجينيرنج واهميتها على الكوست وان ازاي تحقق فاليو اكبر بنفس التكلفه او بدون تغيير كبير في التكلفه تحقق فاليو اكبر من المشروع بتاعك واستفاده اكبر منه. اداره الاصول الاسيت مانجمنت اتكلمنا عنها في الاول في الميكرو باي ديسيشن وادارتها لكل الاسيتس اللي موجوده في الشركه وازاي يتم اداره الاصول وتاثير ده على تكاليف الشركه. المخاطر حسب نوع العمل وظروف المشروع، كل مشروع نيجي تدرس في الاول بتبتدي تحط كونتينجنسي ريزيرف الاحتياطي اللي انت حطيته بناء على المخاطر ده لازم بتبقى عارف حسب انواع الاعمال. الاعمال دي ممكن احيانا بتحصل فيها مخاطر فتكلفني مصاريف كذا في المكان الفلاني وظروف المشروع ده ممكن عندي مخاطر تانية فممكن تكلفني مصاريف كذا وحول الكلام ده لفلوس. زي ما كنا بنقول في الاول انه الكوست انجينيرنج والكوست مانجمنت مواضيع اللي كل الحاجات في الاخر بتبتدي تروح لها. يعني انت تدرس ريسك وتحوله لفلوس، تدرس تايم وترجع تحوله لفلوس، تدرس كونتراكت وترجع تحوله لفلوس. ف انا بقول لك حتى كمان احنا ما بنيجي نتعامل مع كنا بتروح مثلا في مقابلات وبتقدم انا بتقابل ناس من التوب مانجمنت في شركات فدايما بتبين لهم اهميه عملك ده على الكوست. طبعا انت لو عملك في الكوست نفسه بيبقى الموضوع سهل، لو عملك في حاجات تانية بتحاول تقول لهم ان انت عملك ده هيأثر على الكوست وهيزود ارباح الشركه ازاي، لان هو ده الجزء اللي هيبقى فكر فيه نسبه البيزنس. فالمخاطر وتاثيرها برضو على المشروع والكونتينجنسي ريزيرف شكله عامل ازاي وبعده بقى بالاكسبيرينس والمانجمنت ريزيرف اللي بيجيبه المانجمنت. العقد وتوزيع المخاطر، توزيع المخاطر برضو في العقد بيأثر على التكلفه زي ما كنا بنتكلم فيه الاول. مثلا احنا العقد بيقول انه صرف المستخلصات بعد مده قد ايه، بنسب قد ايه، الريتينشن قيمته كام وهيتصرف امتى، والحاجات دي كلها الدفعات شكلها عامل ازاي، طريقه الحساب، طريقه القياس، الحاجات دي كلها اللي موجوده في العقد، كل الحاجات دي كلها هتفرق في حساب التكاليف بتاعتك. وفي برضو مخاطر هو موزعها العقد على الاطراف. احيانا بعض العقود انت شايف من الاول مده مش مناسبه وعارف انه هيحصل تاخير وبتحمل جزء من غرامه التاخير اللي موجوده دي على التكلفه من الاول خالص، احيانا في ناس تحملها بالكامل يعني، بس ده بيقلل في التنافسيه. فبتبقى عارف بقى انه هتوزع المخاطر دي ازاي وهتوصل تاثيرها قد ايه عليك وعلى تكلفه المشروع. اهم الشهادات الاحترافيه في التكاليف، احنا كده بقى يعني خلصنا المقدمه اللي احنا هنتكلم عنها، نبتدي نتكلم بقى ايه في الشهادات اللي موجوده البروفيشنال سيرتيفيكتس والجهات المانحه. ايه الجهات اللي بتدي شهادات في التكاليف؟ لو انا عايز ابقى معايا شهاده او كريدنشال واعتماد معين من جهه معينه في التكليف. طبعا مش دايما الكريدنشال بيعبر عن النولج والاكسبيرينس، لانه في ناس ما شاء الله بيبقى عندها نولج واكسبيرينس مهمين جدا وعاليين جدا ولكن ومعهوش كريدنشال خالص وهو كسكيلز يعني اقوى بكتير من ناس معاها كريدنشالز. وفي ناس تانية بيبقى معاها كريدنشالز ولكن خدها بانه زي ما يعني اسمع كنت بتكلم برضو قريب على الموضوع ده في البي ام بي وانتشاره وكده. طبعا يعني هو مميزاته اكتر من عيوبه وكل الحاجات اللي موجوده دي جميله وما شاء الله على الزملاء اللي شغالين فيها وكل حاجه، ولكن بعض الناس بيركز ان انا ايه ان هيحول الموضوع للاسلوب التقليدي القديم ان انا احفظ شويه اسئله وادخل احلها في الامتحان فانجح. طب ما انت كده ما استفدتش بالحاجه، وبعدين في الاخر يرجع يلوم يقول لك الحاجات دي مش عارف اطبقها وما بتطبقش اصل موجوده ما حدش بيساعدني. لا، هو انت محتاج تعرفها كنولج كويس وتستخدمها وتربطها طول الوقت مع الاكسبيرينس بتاعتك ومع معارفك اللي انت عارفها وخبراتك اللي انت عشتها، وبالتالي الرابط ده هتبتدي تكتشف وانت شغال طول الوقت انه في حاجات كتير من الحاجات دي اصلا انت بتطبقها، وفي حاجات كتير من الكلام ده انت عملته وعارفه بس كنت بتسميه بمسميات تانية. فدي من الحاجات برضو اللي بتساعد فيها الشهادات الاحترافيه انه بتوحد المسميات اللي احنا هنستخدمها مع بعض في ترمز كده معينه موجوده في الحاجات دي، فاحنا هنستخدمها مع بعض هنفهم بعض بسهوله. فهتبتدي تساعدك بقى في الحاجات دي، وتبتدي كمان تساعدك في ان انت تطور، تبقى عارف انه ايه الحاجات اللي انا اقدر استفيدها واستخدمها عندي واطور فيها السكيلز اللي عندي واستخدمها في حياتي العمليه اكتر.
فهتساعدك في المعرفه والفهم والتطبيق اكتر. وبقى الشكوى اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هي الحاجات دي ما بتطبقش، انا مش عارف استفيد بيها ايه وانا ما حدش بيساعدني، لا تلاقي نفسك انت بتقدر، انت اللي بتساعد الناس، انت اللي بتطبقها في شغلك، وانت اللي بتساعد الناس اللي حواليك كمان ان هم يزيدوا من تطبيقها وتغير في الكالتشر اللي حواليك. فدي بس كانت مقدمه عن فكره الشهادات الاحترافيه ورايي في الجدل حواليها، ان هي هل ليها قيمه ولا ما لهاش قيمه ومهمه ولا لا. طبعا في بعض الناس ثانيه بيبقى بيحتاج ان هو يستخدمها ان يثبت ان هو عنده المعرفه، يعني لانه تبقى وسيله اسهل للاثبات. يعني بدل ما انا هقعد بقى او معك انترفيو ويبقى لازم اللي يقابلك شخص متخصص ويقعد يسالك في اسئله متخصصه عشان يعرف ان انت عندك الكلام ده، انت لو معك سيرتيفيكت فهو بدا يعرف مبدئيا ان انت عندك الايه المعرفه. طبعا هتبتدي تدور بعد كده بقى على الخبرات ان انت طبقت المعرفه دي فتتكامل الموضوع ويبين مهاره الشخص. الاي سي اي مطلعه طبعا سيرتيفيكت سي سي بي سيرتيفايد كوست بروفيشنال، ودي اللي مجمعه الايه الكوست، بتكلم على الاستيميتنج او الكنترول او كده، وليها شهاده مخصوص في الاستيميتنج سيرتيفايد استيميتنج بروفيشنال. الاي سي دي امريكي. الاي كوست اي دي بقى دي بريطانيه، بتطلع ليها مستويات في الاكريديتيشن، انرولد وريجستيرد انكوربريتد وسيرتيفايد بروفيشنال. دول السيرتيفيكتس اللي الاكريديتيشن اللي بتطلع من عندها، فدي جهه ثانيه في الكوست. السي اس اي برضو هي بتتكلم على السبيكس اكتر، سيرتيفاي كونستراكشن سبيسيفاير، بس برضو بتتكلم على تاثير الكلام ده مع الكوست. الريكس شفنا احنا من شويه مجموعه دوكيومنتس كتير من عندهم، هم هي برضو بريطانيه بتتكلم على السيرفيرز والكوانت سيرفينج، والناس هم هناك الحقيقه بريطانيا من الدول اللي عندها ناس مخصوص كواليفايد في الكوانت سيرفينج، يعني بتطلع بس الشخص ده كوانت سيرفير، فعلشان كده عندهم جهه كمان هنا ايه تشارتر انستيتوت للكوانت سيرفير. فال الريكس برضو ليها اعتمادات اسوسييت و تشارتر ممبر في الريكس. وفي الكوست كنترول في الايرنت فاليو بروفيشنال، اتكلمنا موضوع الايرنت فاليو شفنا هو موضوع كبير قد ايه، فله شهاده مخصوص في الايرنت فاليو في الكوست كنترول برضو من الاي سي اي من نفس الجهه الامريكيه. وفي برضو في الكوست كنترول في الكنترول اكاونت مانجر من هامفريس اسوسييتس، برضو دي في الكوست كنترول. فدي ايه اهم الشهادات اللي في الموضوع. هنتكلم بقى بتركيز شويه على السي سي بي قبل ما نروح سي سي بي. طبعا احنا مع بيم اريبيا يعني لازم نتكلم عن البيم برضو. الريكس مطلعه هنا انترناشونال بيم امبليتيشن جايد، طبعا هتلاقيكم يعني الناس هنا اعرف بيه مني يعني، فالريكس مطلعه بتتكلم عنه هنا، ده جايدنس عن التطبيق البيم بيلنج انفورميشن موديلنج، وبرده مطلعه كمان البيم وعلاقته بالكوست مانجرز، فبيم فور كوست مانجرز، فده بيتكلم بقى تحديدا عن البيم مع الكوست. فده انا كنت ذكرت الاولين ده عشان اذكر الثاني ده تحديدا، فان احنا هنا بنتكلم على الكوست، فهنا بيتكلم على البيم وعلاقته بالكوست. الفاليو انجينيرنج برضو احنا كنا ذكرنا الفاليو انجينيرنج، فيها برضو شهادات واعتمادات من مؤسسه برضو امريكيه اسمها سيف، بتتكلم هنا في اثنين سيرتيفيكيشن فاليو ميثودولوجي اسوسييت وفي سيرتيفايد فاليو سبيشالست سي في اس، دي الشهاده الاعلى. والشهاده الاولانيه دي انا فاكر كان اسمها اي في اس زمان، اسمها دي في ام اي، انا لما دخلت دلوقتي عندهم لقيت اسمها في ام اي فاليو ميثودولوجي اسوسييت. السي سي بي بقى هنتكلم على مجموعه الدوكيومنتس اللي موجوده عندهم، بيتكلم ان انت محتاج تعرفها علشان توصل تدرس الشهاده دي. فهم مطلعين سكيلز اند نوليدج اوف كوست انجينيرنج، طلع من حد الاصدار السادس، فده النوليدج الكتاب اللي بيتكلم على النوليدج و في الشرح بتاع الشهاده. سيرتيفايد كوست بروفيشنال سيرتيفيكيشن ستادي جايد، ده عباره عن كتاب اسئله، ده طلع منه اصدار ثاني اللي هو تناسب مع الاصدار السادس ده. عندهم برضو هنا بيتكلم على التكنيكال بيبر هاند وورك، ازاي تعمل تكنيكال بيبر، فبيشرح لك ازاي تعمل تكنيكال بيبر للسي سي بي، وكمان مدي لك تمبليت ان هو ايه شكل تكنيكال بيبر معموله شكلها ممكن يبقى عامل ازاي. فاول حاجه الكتاب بتاع النولج ده متقسم ازاي، هو متقسم الى
34 شابتر، فبرضه طوله وكثرة الشابترز اللي فيه بتخلي الناس شوية في صعوبة في دراسته. ولكن هو متقسم على 6 سيكشنز، فالأول بيتكلم على الكوست، فداخل بعد كده الكوست إيليمنتس، واتكلم بقى على الماتيريال والليبر والإكويبمنت الماشينري، وبرضه بيتكلم على الإيكونوميك كوست، البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو والأكتيفيتي بيزد كوست اللي اتكلمنا عنها الـ ABC. فهنا ده أول سيكشن. بعد كده بيتكلم على الاستيميتنج، والاستيميتنج طبعا من أكبر السيكشنز الموجودة، رغم الشابترز بتاعته هنا هي قليلة ولكن هو سيكشن كبير الحقيقة، الشابترز دي كبيرة. بيتكلم على كوست استيميتنج، وبيتكلم بقى كمان تأثير المانيفاكشرنج المواد حسب الصناعة بتاعتها، زي ما احنا اتكلمنا هل جوب أوردر ولا البروسيس. هنا هو مسميها بروسيس وديسكريت، إن هي برضو ماتيريال إيه بتعمل بكميات كبيرة في البرودكشن، ولا ماتيريال بالجوب اوردر بالطلب لقطعه معينه، والفرق ما بينهم في التكلفه. دي من الحاجات المميزه برضو في CCP، ان هو داخل للجزئيه دي وتفصيله بتاعتها عشان تبقى عارف ان انت بتتعامل مع سبلاير معين هو كمان بيسعر ازاي. فبيضيف لك بيضيف الجزئيه دي. برضو بيتكلم في البلاننج وسكادينج، تاثير الوقت، وطبعا الوقت احنا شفنا تاثيره شويه في الايكونومكس، وهيتكلم برضو بعد كده على تاثير الوقت، ويتكلم على البلاننج والسكادينج شويه وتاثيره على الكوست. اتكلم برضو بعد كده البروجرس والكوست كنترول والايرنت فاليو، زي ان هم ليهم سيرتيفيكت مخصوص للايرنت فاليو، وهنا برضو السي سي بي لانها ضم حاجات اكتر من ليهم سيرتيفيكت برضو مخصوص للاستيميتنج، ولكن هنا في استيميتنج وفي ايرنت فاليو. وبيتكلم بقى بعد كده على حاجات ثانيه في البروجكت مانجمنت، سواء بقى من الفاندمنتال اورجانيزيشن الكوميونيكيشن الليبر الليدرشيب الكواليتي الفاليو انجينيرنج، برضو هنا اتكلم على الفاليو انجينيرنج شويه، الكونتراكت الاسيت مانجمنت التشينج مانجمنت والكليمز والديسبيوتس. فهنا بنتكلم على عناصر البروجكت مانجمنت الثانيه كلها وتاثيرها على الكوست. في الاخر بدا يتكلم على الايكونومكس ثاني، رجع ثاني يتكلم على الايكونومكس والفاينانس والكاش فلو. احنا برضو تناولنا موضوع الفاينانس ده شويه واتكلمنا عن شكله عامل ازاي. هو طبعا اتكلمنا بقى على التفاصيل وتاثير الكلام ده على الكوربريت والديسيشن ميكنج، اتخاذ القرارات والاوبتمايزيشن والريسك، كذا شابتر عن الريسك، وبعدين التوتال كوست مانجمنت. هم ليهم كتاب كمان مخصوص اسمه توتال كوست مانجمنت، وبيتكلم على الايه الانترناشونال سيستم اوف يونتس، وحدات القياس والكلام ده في الاخر. فدول الايه الشابترز في 6 سيكشنز 34 شابتر، ده كتاب الايه النولج. الكتاب الثاني بقى بتاع الاسئله، هو بيعتمد في الاول ان هو بيحط لك النقاط الرئيسيه كده في الاول، يعني مثلا لو جه اول شابتر يبتدي يحط لك النقاط الرئيسيه، الترم سنو ايه هي الكلمات اللي مستخدمه المصطلحات اللي مستخدمه، بعد كده يحط لك بعض الكونسبتس المبادئ وكده، وبعدين بعد كده يقول لك ايه تشيك اون ليرنينج، يحط لك بعض الاسئله، وبعدين يحط لك في الاخر الاجابات بتاعتها علشان يدربك على الاسئله. الحقيقه الاسئله بتاعتهم مش سيناريو بيز، مش اسئله معقده، هو بيعتمد على نوليدج، ان انت تبقى عندك معرفه عن الموضوع بطريقه مباشره، لان هو في الاخر انت بتطبق التطبيق ده بطريقه مباشره. هو انت مش بتحط هنا مش بتحط في حالات وسيناريوهات وتبتدي تشوف هتاخد قرار ازاي بناء على معاملات مختلفه، لا، هو الموضوع في الاخر محدد، انت بتتكلم على كوست. فبالتالي نوعيه الاسئله هنا يعني مباشره شويه، في طبعا تنوع الايه النولج اللي موجود هو الاكبر من تنوع طريقه الاسئله. هنا بقى بيتكلم على البيبر التكنيكال بيبر اللي تقدم، دي شكلها عامل ازاي. هو الحقيقه بيقول لك انه البيبر دي التوبكس بتاعتها تبقى اي حاجه ليها علاقه بالكوست مانجمنت، وطبعا بالتالي انت هتدخل اي حاجه ليها علاقه بالمانجمنت بتاثر على الكوست تقدر تستعملها. هو هنا بيقول لك مش نوت ليميتد تو كوانت سيرفينج وبلاننج وسكادرنج استيميتنج وكليمز وما شابه، كل الحاجات دي ليها علاقه بالايه بالكوست. فبالتالي دخلك في مواضيع كتير تقدر تدور عليها في الكوست. انا اقفل مثلا الدوره اللي انا جهزتها بتاعت الايرنت فاليو اللي انا كلمتكم عليها دي، ساعدتني كتير ان انا اقدر ادخل في الايرنت فاليو في مواضيع كتير. فاي حد عايز يدور على موضوع في الايرنت فاليو، مواضيع كتير وجميله الحقيقه، مفيده كنولج وكبيبر تقدر تقدمها. فهي انا عشان كده كنت اخترت الموضوع ده. طبعا هنا بيتكلم بقى ان انت تقدر تتكلم ايه في مواضيع كتير، وتقدر انت تقدم بقى اي بيبر في المواضيع دي لشهاده السي سي بي. بيقول لك مش لازم تبقى مكتوبه مخصوص للسي سي بي اكزام، ولكن بيشترط لها بعض الشروط المعينه لانه بيراجع عليها بعد كده.
من الحاجات المهمه اللي بيراجع عليها فيها البلاجرزم. انت بتيجي تكتب حاجه تكنيكال او اكاديميك بتبقى مهم ان انت تستخدم فيها مراجع، فبتحط ان انت استخدمت ايه من المرجع الفلاني، فبتحط الحاجه اللي انت استخدمتها من المرجع ده، سواء ان انت هتاخد نص معين بكوتيشن ما بين كوتيشن ماركس انه ده انا نقلته نقلا، وده لا يفضل كتير ويفضل ان يبقى فيه اقل الحدود وتبقى كلمات صغيره قوي. انما غير كده بتعمل بارافريزنج، بتاخد حاجه من مرجع وبتصيغها انت بصياغه مناسبه للسياق على فهمك ليها، وبتحط المرجع برده. يعني مش معنى ان انت خدتها من المرجع ده وصيغتها بصياغه ثانيه او حطيتها في سياق الورق البيبر اللي انت مقدمها ان انت تنسبها لنفسك، لا، انت بتحط المرجع ده. فبتحط المرجع ده في حاجه اسمها سايتيشن، ان انت بتحطه ان تكست سايتيشن جوه الكتابه نفسها، وبعدين في الاخر بيبقى عندك بيبليوغرافي او ريفرنسز في الاخر، المراجع في الاخر تحطها وتحط اسم المرجع. فده هم بيراجعوا عليه بقى البلاجيريزم بقى، ان انت اقتبست قد ايه ونسب الاقتباس دي، هل انت كل حاجه اقتبستها ذاكر الاقتباس بتاعها ولا لا، ونسب الاقتباس دي قد ايه وطريقتها صح ولا غلط. فبالتالي لو انت عندك في مشكله في الاقتباس وان انت مقتبس حاجات مش ذاكر انت مقتبسها منين، بتترفض البيبر بتاعتك طبعا من الاساس. فدي من الحاجات المهمه. وبرده مهم ان انت تستخدم مراجع، يعني مش معنى ان انا عايز اعمل بيبر ما يبقاش فيها بلاجيريزم ان انا استعمل بيبر اكتبها انا كلها وخلاص، لا، مهم ان انت يبقى عندك كل حقائق اللي انت ذكرتها وكل المعلومات اللي انت بتجيبها يبقى ليها مرجع، علشان يبقى فيه مصداقيه ودقه في المعلومات اللي انت مستعملها. فمهم ان انت تستخدم كم مناسب من المراجع، وفي نفس الوقت المراجع دي تبقى ذاكرها وبتشير لها في البيبر بتاعك. التمبليت بقى بيتكلم في الاول انت عندك تايتل بيج، صفحه فيها العنوان، بعد كده تيبل اوف كونتنت، بتحط المحتوى بتاع البيبر بتاعتك ده، ايه المحتوى اللي جواها، ليست اوف تيبلز لو انت عندك جداول بتحط قائمه بالجداول اللي انت حطيتها، فورمولاز المعادلات اللي انت استخدمتها، والشارتس ولا الجرافس ولا كده ممكن تحط لها برضو ليست، ابستراكت بتحط مقدمه كده انه ايه البيبر دي فيها ايه وايه الحاجات اللي هتتكلم عنها وطريقتها ازاي وشكلها ايه، فبتحط تكتب ابستراكت في الاول يبقى يعني نص صفحه كده، وبعدين بعد كده انترودكشن بقى في البيبر نفسها، دخلت في البودي بتاع البيبر نفسه انت بتتكلم بقى مقدمه للبيبر بتمهد للموضوع، وبعدين بعد كده بتحط المشكله اللي انت هتتكلم عنها، وبعدين الاناليسيس بتاعتك البيبر كونتنت والتحليل اللي موجود فيها الاناليسيس بتاعتك من وجهات النظر المختلفه والتحليل شكله عامل ازاي، وبعدين النتيجه بقى جمعت التحليل ده في الاخر في كونكلوجن، بتحط النتيجه الكونكلوجن في الاخر، وبعدين بتحط زي ما قلنا البيبليوغرافي او الريفرنسز اللي هي المراجع اللي انت استخدمتها. انا الحقيقه استخدمت اسلوب للمراجع مش ما كانش موجود في التمبليت اللي هم منزلينها وكانت مقبوله بالنسبه لهم، استخدمت اللي هو الاي بي اي هارفارد ريفرنسنج ده وكان مقبول بالنسبه لكم، وانا كان بالنسبه لي كنت فاميليار معاه واستخدمته في حاجات ثانيه اكاديميك فقدرت استخدمه. هو الوورد الحقيقه بيساعد في بعض الحاجات دي، ان انت بتدخله الريفرنس بتدخله المعلومات الاساسيه عنه وتقول له نزل لي انتكس سايتيشن، نزل لي البيبليوغرافي ومنزلها لك كلها مباشره بالطريقه بتاعت مثلا اي بي اي موجوده مثلا في الوورد، فبيساعد في الحاجات اللي زي دي، وبيساعد برضه في عمل التيبل اوف كونتنت والشورتس والتيبلز والفورمولاز والكلام ده، بيساعد في ان انت ازاي تعمله الليست بتاعته في الاول، تحط الريفرنس بتاعه وتستعمله بعد كده. تقديم التكنيكال بيبر هنا بيقول لك ان هي بتاخد 45 يوم على ما بتتراجع، وبتتراجع في يوم 15 من كل شهر، وبالتالي انت لو قدمتها قبل اليوم ده بتبقى اسهل في دوره المراجعه بتاعتها. فانت في الاول بتقدم الدوكيومنتس بتاعتك كلها، ان انت الشهادات الخبره وشهاده التخرج مثلا وشهادات الخبره والدوكيومنتس بتاعتك كلها والاي دي وما شابه، الحاجات دي بتبتدي يطلبوها في الاول، بتبتدي ترفعها وترفع المستندات دي، مش بيشترطوا ان يبقى لها توثيق يعني عالي او حاجه، بس بترفع المستندات دي في الاول، وبعدين تبتدي بقى بتقدم على الامتحان وبتقدم التكنيكال بيبر بتاعتك وبتدفع الفيز. فالكلام ده بيتم في الاول مع بعض، فيفضل انت يبقى ايه التكنيكال بيبر بتاعتك جاهزه علشان تبتدي تقدم للامتحان، وبعد كده بتقبل التكنيكال بيبر بيقول لك بعد كده ان هي مقبوله. هو بيقول لك ان انا مش بقول لك انها مقبوله قوي، بس انا بقول لك احجز ميعاد امتحان، بس ده معناه ان هي مقبوله يعني، فبتبتدي تحجز ميعاد امتحان، وبعدين بيطلع لك نتيجه مشتركه، ما بيطلعش نتيجه الامتحان مباشره، بيطلع لك في الاخر خالص النتيجه المشتركه ان هو ايه، ان انت حصلت على الاكريديتيشن والنتيجه بتاعتك اهي، ده الفيدباك بتاع البيبر بيطلعه لك سواء مع الامتحان، ده نتيجه الامتحان ونتيجه الفيدباك بتاع
البيبر. البيبر هاو لونج بيتكلم ان هي من 2500 ل 5000 كلمه، ده الرينج بتاعها في الكتابه. والاختبار بيبقى مدته 5 ساعات تقريبا، 100 سؤال حاجه كده. هي المده الحقيقه برضو على الاسئله، على طريقه الاسئله المده تعتبر كافيه جدا يعني للاختبار، وما اظنش حد هيحتاج المده دي كلها في الاختبار. فيبقى التشالنج الاكبر من الاختبار ان انت تقدم التكنيكال بيبر في الاول، وتصبر ان انت ايه تركز انك تخلص كل الشابترز دي وتاخد النولج المناسبه اللي فيهم. والامتحان بعد كده ساعتها بيبقى تشالنج، ان الاسئله اللي فيه الحقيقه يعني مش معقده قوي، يعني الطريقه بتاعتها مش معقده، يعني الفكره بتاعتها مجرد ان هي بس بتختبر النولج بتاعتك، لان بقول لك في موضوع مباشر ما فيهوش سيناريوز وحوارات كتير في اتخاذ القرار. محاضرات تانية ليا في موضوع الكوست مانجمنت والايرنت فاليو والسورس مانجمنت هتلاقوها على اليوتيوب، ما بين حاجات كانت عن البي ام بي وحاجات في جمعيه المهندسين المصريين في السعوديه وحاجات في مؤتمر التخطيط واداره المشروعات، ودي بعض الدورات عن الكوست والكونتراكت والليدرشيب اللي ممكن يبقى مفيده بالنسبه لكم في الموضوع. أنا كده خلصت. ناخد أسئلة ولا؟ جزاكم الله كل خير محمد. جزاك الله خير. في سؤال لحضرتك من الباشمهندس إناس سيد، كنت عاوزة أسأل عن كيفية دراسة تأثير الكورونا على التكاليف والوقت، وإزاي المقاول اللي يقدم بيها مطالبة تكون مدروسة كويس، والاستشاري وممثل المالك إزاي يكون ردهم منطقي لصالح الحق أو لصالح المالك؟ موضوع صعب خالص. هو طبعا الكورونا لما اتكلمنا عنها في العقود والحاجات دي هي موضوع مختلف حسب كمان كل مشروع وكل عقد بتاعه تعريفه ليها ايه. يعني مثلا احنا لما كنا بنقول مثلا ان الكورونا في تحت تعريف الفيدك 99 فهي فورس ماجير، تحت تعريف القانون المدني في مصر فهي اكسبشنال ايفنت، هي ظروف طارئه مش قوه قاهره. لو قلنا ان هو برضو لو هو العقد مثلا فيدك فهو بيقول لك في التعامل مع الفورس ماجير ان انت بيدي لك حاجه اسمها اوبشنال ترمينيشن، ان انت لو استمر خلال فتره معينه اثر على المشروع خلال فتره معينه مستمره او فترات متقطعه وصلت لمده كذا انت من حقك انك تطلب ترمينيشن للعقد نفسه، واي طرف من الاطراف من حقه يعمل الترمينيشن ده. طيب تاثيرها برضو على كل مشروع عامل ازاي؟ برضو انت محتاج تثبت التاثير على المشروع بتاعك. احنا عندنا مشاريع استفادت من الكورونا، يعني مش تاثر بيها بالسلب. احنا عندنا مشاريع كانت شغاله في وسط المدينه وكانوا بياخدوا تصاريح من المرور وبيتاثروا بالترافيك اللي موجود في الشوارع، فبالتالي ما حصل الكورونا قدروا ان هم يشتغلوا الحاجات دي بسهوله، عملوا شويه ميجرز واحتياطات ونزلوا المواقع واشتغلوا الكلام ده وخدوا التصاريح دي. لو فيش كانش في ترافيك كان واقف فتره طويله وفي حظر، فخدوا تصريح انهم اشتغلوا في الاوقات بتاعت الحظر دي واشتغلوا وانجزوا انجاز ضخم جدا واستفادوا من ناس في تراك كبيره وفي دول كتير على مستوى العالم. كنت سمعت الحاجات دي اتنفذت، فبالتالي المشاريع دي هي استفادت اكتر من ان هي اتضرت او ليها مطالبات. في مشاريع ثانيه كان عندها ماتيريالز بقى اوفرسيز وتعطلت والماتيريال مش راضيه توصل وهتاخرهم في المده وهتسبب عليهم تكلفه، هيبتدي يشوف بقى حسب العقد بتاعه ان هو يقدر يقدم مطالبات شكلها عامل ازاي للوقت والمده وتاثيرها على المشروع. فكل مشروع له حالته، ان هو هل اثر ولا لا، والتاثير ده شكله عامل ازاي على الوقت والمده ولا على كل واحد ولا على الاثنين، وهو يقدر يقدم منه مطالبات شكلها عامل ازاي واستحقاقاته تبقى ايه حسب العقد بتاع المشروع بتاعه. دي كده الجزئيات اللي اقدر اقولها في الموضوع. طب في سؤال، ايه الفرق بين الكوست كنترول والكوست استيميت؟ كوست كنترول والايه؟ كوست استيميت. هو انت المانجمنت دايما بيدور بين محورين، محور ان انا بعمل خطه ومحور ان انا بقارن اللي اتنفذ ده هو زي الخطه دي ولا لا. فالاستيميتنج هو عباره عن ان انا بعمل الخطه دي، بقدر التكاليف، انا بقدر ان انا هصرف في المشروع ده قد ايه، فده كده استيميتنج. فده كده الايه مرحله التخطيط والتقدير بتاع المشروع، فانا بقدر ان انا هصرف في المشروع ده قد ايه. هقدم بقى على عطا وعايز ان زي ما قلت في الاول كده وعايز ان انا هكسب العطا ده فبتنافس فيه فبقدم اقل سعر يحقق لي مكسب كويس فبقدم
فبعمل استيميشن انا هتكلف قد ايه، واشوف احط الارباح بتاعتي والسعر ده اللي يبقى مناسب حسب الاوضاع بتاعتي والسوق و و و وايه واقدمه. فده كل ده مرحله استيميتنج. طيب خلاص بقى انا بدات انفذ، ادخل على مرحله الكنترول. مرحله الكنترول عباره عن انا بقارن اللي اتنفذ فعليا هل هو زي الاستيميتنج ولا لا. يبقى هو الكنترول مش انا بقارن، بيقول ان انا بعمل كوست كنترول، انا مش بقارن برايس السعر اللي انا حطيته بالتكلفه الفعليه، لا انا بقارن الاستيميت التكلفه اللي انا كنت قايل ان انا هتكلفها بالتكلفه الفعليه اللي انا اتكلفتها. فده كده الكوست كنترول. وزي ما شفنا ان الايرور فاليو من اهم الحاجات اللي بتساعدني في الكوست كنترول. طيب في سؤال بيقول كما اول اثناء تنفيذ المشروع تبين ان السعر المتفق عليه كان غير مدروس صحيح، وتنفيذ المشروع الاخير هل من حال مقاول فسخ العقد ولا يحق لي الاستمرار بالمطالبه بالخسائر اللي استقبلها؟ صوتك قطع جدا يا ابو سمر، لا اسف انا سمعت السؤال. كم اول حصل ايه وهل انا اقدر استمر؟ كم اول اثناء تنفيذ المشروع تبين ان السعر المتفق عليه كان غير مدروس بشكل صحيح، تنفيذ المشروع الاخير ممكن يعمل خسائر متفقه. درس السعر غلط، وبعد ما درس السعر غلط بقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يشوف ان هو هل من حقه انه يطلب سعر ثاني ولا لا؟ هل من حقه ان هو يفسخ العقد او يطلب سعر ثاني؟ لا هو غلط في دراسته دي، خلاص هو بيتحملها، ده ريسك هو متحمله، ده احد الريسك اللي هو متحمله المقاول ان هو في دراسته للسعر درس السعر غلط هيتحمله، وهو اما كسب المشروع بقى. عشان كده احنا من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل كتير في العقود الحقيقه وفي تعثر المشاريع، انه احيانا كتير ناس بيبقى دارسين غلط، سواء متعمد او بقى او يعني هو عمل اندر استيميتنج متعمد، او هو مش متعمد بالخطا حط سعر غلط من عدم خبره او كده، وبعدين تعثر في تنفيذ المشروع مش قادر ينفذه لانه مش بيحقق له مكسب وبيخسران. فانت ما تقدرش تساعده في حاجه، انت كان من الاول بقى ان انت تساعده ان انت تستبعده الحياه من المشروع، ان انت تقول له تشوف ان انت وانت في الاول كده زي ما قلنا، وانا باجي بعمل تحليل مالي في الاول واقارن الاستيميت اللي عندي بالسعر اللي متقدم واشوف ان ده السعر ده مش مناسب والشخص ده مش قادر ينفذ المشروع واستبعده، انما بعد ما رسي عليه المشروع هو ملزم ان هو ينفذه التزام عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافيه، مشكور على المحاضره الصراحه اكثر من ممتازه. بس عندي سؤال او عندي عده اسئله بس قصيره. السؤال الاول تكنيكال بيبر، هل لو كنت انا نشرت ورقه علميه في هالمجال في مجال الكوانتيتي سيرفيينج هل تغني؟ يعني ممكن اقدم لهم النشر او اقدم لهم البيبر؟ لانه لو بيسووا البلاجيزم تيست بتطلع انه هذه بتطلع 100% يعني، لانه هي مش هيلو باسمك، بس هيلو باسمك باسمي باسمي هيلو باسمك بتتقبل بتتقبل كويس. طيب فيها السؤال الثاني، فيها كورس او بالاصح شهاده اسمها البي بي سي اللي هي البروجكت كنترول البلاننج البروجكت بلاننج اند كنترول، هذه من الاي بي ام جي، ما ادري اذا عندك خلفيه عنها وهل تتقاطع مع البي بي سي؟ هو الاي بي ام جي اظن هي معروفه يعني، هذا اللي بيقدمه البرنس، برنس 1 برنس 2 هو بيقدمه اكسلس برضه بيقدموها اي بي بي. فبس كنت بسال اذا كنت اذا كان عندك خلفيه عنها. عرفت تفصيلها؟ لا عرفت. طيب الاختبار انا سالت قبل شويه في الشات وقالوا لي انه 110 سؤال، صح ولا لا؟ هل هذا صحيح ولا؟ فاكر هو في رينج 100 سؤال بس بالضبط، خلينا برضه ارجع لك بالضبط. ممتاز. طيب في كورس قادم مدته كافيه جدا يعني. طيب هل في كورس قادم يعني؟ والله انا هحاول اعمل الموضوع ده، انه انا اجمع مجموعه ونساعد بعض في المذاكره والدراسه وكده. لسه هشوف بقى نجمع بطريقه ازاي يعني، بفكر ان اعمل فوتنج على الموضوع ده، انه هنبقى على جروب، في جروب في الفيسبوك موجود بتاع الكوست نقفله ونخليه بس للسي سي بي الفتره اللي جايه، او نعمل جروب على الواتساب، لانه كان الواتساب فيه محدوديه شويه في العدد، وبس الناس تبقى فعلا عندها جديه ويعني وانترستد وفعلا يعني جادين ان هم هيشتغلوا في الموضوع ونبتدي نشتغل فيه سوا. لا بس اقصد ككورس يعني، ما ممكن ككورس ولا... كورس لسه لا لسه، بس انا هحاول ابتدي الخطوه دي كخطوه انه يبقى فيها برضو ان انا هنزل فيها شرح وكده، وبعدين بعد كده اعمل كورس. يلا يعطيك العافيه،
خلاص شكرا. معليش هل السلايد هذه ممكن تنزل مع في اليوتيوب يعني مع ال صح؟ الله يعطيك العافية شكرا، في معلومات كثيرة وصراحة يعني نبغى نرجع لها مرة ثانية. الله يكرمك. شكرا مشمول. مهندس محمد شكرا على المحاضرة. مهندس كنت بسأل حضرتك شكرا على المحاضرة الأول. كنت بسأل حضرتك إن أنا هل أنا ينفع أروح شركة أشغل كوست بدون خبرة سابقة، خاصة إن أنا مثلا 7 سنين موقع وسنة مكتب فني، ولا وهل الشهادة تغني عن الخبرة الفعلية؟ طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده شويه، ولكن خلينا دايما نقول انه دايما حتى انا بتسال الكلام ده في اي مجال، يعني بقول انه بتبقى اسهل طريقه ان انت تشتغل في الشركه بتاعتك في الاول، لانه احتماليه انه شركه تانية تقبل حد ما عندوش خبره حتى لو معاه سيرتيفيكت بتبقى قليله، فبتبقى اسهل طريقه يعني، وبننصح بها معظم الزملاء في اي مجال. انت تشوف مثلا الناس اللي شغالين، لو انت عايز كوست استيميتنج كنترول وكذا في الشركه بتاعتك، وتبتدي تساعدهم، سواء ان انت بتساعدهم مساعده بقى انه مساعده دي يعني رسميه وان الشركه هي اللي طلبها منك، او انت تقدر تطلبها من الشركه وتعملها، او مساعده غير رسميه ان انت بس مجرد انت بتقول لهم ايه انا عايز استعيدكم، وفوق وقتك وفوق شغلك اللي انت بتعمله تساعدهم شويه، تتعلم منهم وتشتغل معاهم وتساعدهم، فما يلاقوك بتساعدهم وبتضيف لهم قيمه يبتدوا يدي لك شغل اكتر، فتساعدهم اكتر فتاخد خبره اكتر فتعلم الموضوع، فما تروح لمكان تاني يبقى الموضوع سهل، بتقول لهم لا ده انا عندي خبره، وبتتكلم من ثقه شويه بالنسبه لك، هتديك كونفيدنس في نفسك وهتديهم برضو خبره، يعني انت عندك خبره في الموضوع. طبعا فكره ان انت ممكن تلاقي فرصه وانت ما عندكش خبره دي وارده، ويعني كل حاجه حسب المكان وحسب الاشخاص والظروف والرزق يعني. بس تمام. هل في منح او شهادات يعني زي ماستر كده بتكون مدفوعه او من الخارج، تقدر حضرتك ترشح لنا حاجه زي كده؟ في جامعات كتير بتقدم ماستر كونسرفينج. تمام ماشي. كورس موجود في الجامعه مثلا. دكتور رهيب، دكتور المهندس السلام عليكم. اتفضل باشمهندس. أيوة. محمد حركان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مهندس محمد حركان. اهلا بيك. كنت عايز حضرتك تدي فكره عامه عن السوفت ويرز اللي موجوده في مجال الكوست، سواء كوست بادجت استيميت او كوست بادجت، ايه السوفت ويرز والابلكيشنز الموجوده؟ شكرا. الحقيقة أنا مش أوير قوي بالسوفت ويرز اللي مستخدمة الحقيقة، يعني هو أنا بلاحظ الكوست كنترول، الحاجات بتاعة الـ ERP والحاجات بتاعة اللي هي زي ساب وغيرها، يمكن بتساعد شوية الشركات بيستخدموها في إن هي يجمعوا عليها المصاريف اللي بتصرف، وبتساعد معهم في الكوست كنترول. في الاستيميتنج أكيد في برامج، بس أنا معرفش تفاصيل او احدث البرامج اللي مستخدمه ايه، ما عنديش تفاصيل ليها بالظبط الحقيقه. شكرا. تفضل المهندس سلطان. ثانيه واحده مهندس سلطان. مهندس سلطان. مهندس سلطان. ماشي نشوف في الاسئله اللي معانا اللي هي على الشات، عم المهندس سلطان يجي. في سؤال بيقول هل طريقه القيمه المكتسبه تستخدم كلغه مشتركه بين المقاول ورب العمل لحساب الانجاز، ام هناك طريقه اخرى؟ بمعنى ان طريقه القيمه المكتسبه داخليه تخص المقاول فقط للرقابه على التكاليف. سؤال جميل. هو احنا قلنا انه ان احنا ما بنيجي مثلا نقول نحسب الاس بي اي والحاجات دي، احيانا كتير بنستعملها مع المالك،
ان هو اللي متقدم على البرنامج متاخر على البرنامج ولا لا. فالكلام ده كله مش محتاج ان هو يبقى فيه حاجات داخليه، لا انا بستعملها مع المالك مباشره وما عنديش فيها مشكله ان انا اقول انه الاس بي اي بتاع المشروع قيمته قد ايه ك سكيدول واهيد اوف سكيدول ولا بيهايند سكيدول ولا لا. يمكن بقى كبادجت وانا اوفر بادجت ولا الحاجات دي هتبقى داخليه، المقاول هو عايز يعرف هو كسبان ولا خسران ولا ايه. فدي جزئيه من الحاجات. احيانا بقى احنا بنستعمل ايرند حاجات مختلفه، يعني انا ممكن بستعمل ان انا لو انا هستعمل ايرند فاليو على بس التكلفه بتاعه المشروع ان هو انا ايرند قد ايه على البروجرس، لانه ده هيبقى مختلف عن الانفويس. هيبقى ايرند فاليو قد ايه على البروجرس نسبتها قد ايه المشروع، فانا محقق برضو نسبه قد ايه لو انا هقيس بالكوست، فبرضو ده هيقدر يديني انجاز. بس مش هعمل بقى بيه كنترول، مش هقدر اقول ده علاقته بالاستيميت كانت قد ايه مع المالك، ولكن مع المالك هقدر برضو اقيس بيه نسبه البروجرس. ففي نفس الوقت انا ممكن استعمل ايرند يونتس او ايرند مان اورز. انا في بعض المشاريع كنا بنطلع فيها اكتر من نسبه، وفي بعض المشاريع كنا بنطلع لها احيانا نسبه بس ايرند اورز. هو شايف ان هو القياس بالكوست مش بيعبر عن البروجرس، لانه في بنود قيمه الكوست بتاعها كبير ومجهودها في الشغل قليل، فيحتاج مان اورز في التنفيذ قليله. جايب تشيلر ولكن هيتركب في يومين بمان اورز قليله، فمش شايف انه ده بروجرس كبير في المشروع. فهو عايز يقيس البروجرس فعليا اللي هينفذه مش بقيمه الماده، يعني مجرد ما الماده دي توردت زودت لي البروجرس 10%، لا هو شايف ده الكلام ده مش منطقي، فبيقيس البروجرس بايرند اورز. فده برضه بيعتمد على الماتيوريتي برضه بتاع الكلاينت وهو فهمه قد ايه للمانجمنت والقياس الحاجات دي. كنا احنا بنستعملها، واحنا كنا بنحط اكتر من نسبه، يعني بعض المشاريع في دبي افتكر بنحط 3 نسب مثلا، نسبه على البروجرس بنحط نسبته بالايرند فاليو بالايرند اورز ونسبه بالايرند يونتس حاجه كده. فممكن تبقى بتحط اكتر من نسبه، ف وكل واحده بيبقى لها معنى، والشخص اللي قدامك بيستفيد منها استفاده معينه لو هو عايزها هيقدر يتعامل معاها ويستفيد منها. بقى ماشي باشمهندس. المهندس سعاد التوفيق. المهندس سعاد التوفيق، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام باشمهندس، اتفضل. اهلا باشمهندس ماجد. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله خير. احنا بنشكر حضرتك على المحاضره القيمه دي، ولكن هو للاسف في بعض الزملاء بيخلطوا ما بين الاستيميتنج اللي هو في مرحله البرايسنج في مرحله التندر وما بين الاكشوال كوست، اللي هو اهم نقطه احنا كان لازم نوضحها للزملاء، بس اللي هي ايه الريكورد اوف كوست. لان انا لازم احسب الكوست لكل بند، مثلا في الموقع الفلاني في ناس شغالين في الخوازيق وناس شغالين في البايل كاب وناس شغالين في الاعمده وناس شغالين في الكمر وناس شغالين في اللسقف، فكل واحد بيصرف حديد. فلازم اقول مثلا الحديد ده مصروف على بند ايه. النقطه دي بتبقى هي اصعب نقطه في المشروعات، في اداره المشروعات، ان لازم مهندس الكوست بيعمل كودنج لكل ماتيريال ولكل اكويبمنت وكل مان باور، ويقول دي صرفت على انهي بند. فهي ديت التوتال كوست سهل ان المحاسب يحسبها، لكن الكوست على كل بند هي ديت اللي كنا بس نفسي ان حضرتك توضحها للزملاء، ان ديت وظيفه مهندس الكوست ان هو بيعمل كودنج للبنود وكودنج للايه للماتيريال، وبربط ما بين ده وده، وبيعمل مانثلي شيت يقول كل شهر اتصرف على البند الفلاني كذا، وبعدين جالي من الايرادات كميه قد كده. يعني انا في مستخلص العميل او في الانفويس بتاعه العميل خدت 1000 متر مكعب خرسانه، طب انا صرفت قد ايه حديد على البند ده، وقد ايه خرسانه، وقد ايه فورم، وقد ايه عماله. دي بقى هي بتبقى اصعب نقطه اللي بتخلي الناس تكسل تحسب الاكشوال كوست. فعاوزين حضرتك تلقي الضوء على ازاي بعمل الكودنج وازاي بسجل اول باول في المشروعات بتاعتي. شكرا. انا زي ما كنت الاول، موضوع كبير، يعني موضوع الكوست كنترول. انا قلت انا لما جيت في الاول حتى حطيت ثلاث معاني للثلاث مهام الاساسيين للكوست، قلت الاستيميتنج قد ايه هو انترستنج، وقلت ان الكنترول قد ايه هو تشالنجنج، قد ايه هو يعني تشالنج ان هو ان انت محتاج انه اما تحط
اكواد زي كده، ان كل الناس اللي في المشروع تبقى مدربين عليها وفاهمينها، ان هم يوجهوا عليها صح. لان احنا لما جربنا طبقنا الكلام ده قعدنا فتره كبيره على ما الناس تطبق توجه عليها صح، عشان انا اطلع نتائج في الاخر في التقرير بتاعي. والناس لما بتوجه غلط بيطلع تقرير كله غلط، ما تقدرش تستفيد منه حاجه، بيطلع في الاخر ما استفدتش حاجه، ما قدرتش تعمل كنترول في الاخر. ده عملت زي المحاسبه، بقيت في الاخر بتطلع برده اجمالي وبس. انما فكره الكنترول ان انت تقدر زي ما انت قلت كده توجه صح كل المصاريف اللي تصرف. الكلام ده بقى له تفاصيل كتير وطرق كتير، يعني مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي. ماشي، شكرا يا فرانس، وبنشكر. مهندس محمد هركان عنده سؤال تاني. ملاحظة بس حضرتك، ملاحظتين حقيقة. الملاحظة الأولى خاصة بال لما نيجي نعمل بروجرس ريبورت في الداشبورد، في البروجرس ميتنج الشهري، لما بيتعمل على أساس الكوست، كوست وايز بيطلع البروجرس نسبة معينة، بنعمله بالمان اور او بالايرند مان اور، بتطلع نسبة مختلفة، احيانا بتفرق 4%. دي ملاحظة. الملاحظة الثانية، لما حضرتك بتتكلم ان يبقى اللغة في الكنترول وفي المونيتور مع الكلاينت، وتقدم بارتيكولرز او سبورتنج دوكيومنتس للاكشوال كوست، بتبقى في حرج ان لما بتيجي تحسب الاندايركت كوست والاوفر هيد بتبقى محتاج تحط السالاريز، فبتكشف حاجات المفروض انها يعني كونفيدنشال. فبتبقى النقطه دي مشكله، ان هو لو انت حطيتها كده كبالك وهو بقى الاستشاري عايز يتاكد او كذا، ويدي لي يقول لك اديني مستندات عندكم من قسم الرواتب وكذا، فبتبقى في حرج ان انت كل الاوفر هيد مش كله تقدر تحكي فيه. دول ملاحظتين حبيت اشارك حضرتك فيهم لو تتعلق عليهم يعني. شكرا. الجزئيه الاولانيه طبعا انه لازم يبقى في فرق بين الايرند اورز والايرند فاليو تماما، لان ده مبني على طريقه وده مبني على طريقه ثانيه خالص، فطبيعي ان يبقى في فرق، ممكن يبقى الفرق كبير، ما فيش مشكله. ايوه ادق حضرتك إيه؟ لا مفيش حاجه اسمها يعني مش هنقول حاجه واحد ادق ادق من الثانيه، دي بتقيس بطريقه ودي بتقيس بطريقه. فانت دلوقتي، انا عشان كده بقول لك احنا في مشاريع كنا بنطلع الاثنين سوا. ليه؟ لان هو الشخص عايز، يعني الشخص اللي قدامك عايز يشوف الاثنين، هو عايز يشوف انه انت كمجهود اعمال ويوميات هتعملها، انت استهلكت قد ايه وباقي قد ايه، فانت منفذ نسبه كام، وكفلوس علشان يشوف الكلام ده علاقته بالمستخلص. فلو الشخص اللي الشركه الجهه اللي قدامك فاهمه الحته دي كويس، ممكن تطلب النسبتين. انما لو هو مش فاهم الكلام ده كويس، فعلا بحط الاثنين في نفس الداش، كل واحد له معنى، وكل واحد بقى الشخص قدامك لازم هيفهمه بمعناه في نطاقه، انما هو مفيش واحد منهم صح وواحد غلط، وكل واحد له معنى بيتفهم فيه وبنستخدمه من خلاله. بس هما الاثنين صح. حضرتك قلت دلوقتي كلمه بس مضطر اعلق عليها، ان نشوف العلاقه مع المستخلص. يعني احنا مش بنقارن بالمستخلص، احنا بنقارن بالايرند فاليو از داتا ديت، في الكات اوف ديت، مش بس ممكن يبقى مش معبر عن الشكر. بس انا بشوفه قريب منه، يعني بشوفه قريب منه برضه، لان هو قريب من المستخلص، لانه ده في الاخر بيعبر عن فلوس، هو قريب. لو بعد قوي ببقى عارف انه في حاجه غلط. بالظبط. يبقى نسبه صغيره اعمال اتنفذت وما تفوترتش، بس مش معقول انه هيبقى نسبه كبيره اعمال ما تفوترتش، يبقى في حاجه غلط، يا اما اللي محسوب الايرنت فاليو ده غلط، يا اما الفوتره فيها مشكله. بالظبط. النقطه الثانيه تحرك بتاع انك تشارك الكلاينت معاك في الاكشوال كوست، دي بقى حسب العقد نفسه، دي حسب العقد. انه احيانا العقود بتسهل الموضوع ده ويبقى في نسبه معروفه، احيانا العقود تبقى ذاكره مان دايز ويبقى في رسوم معروفه لليوميات بتسهل الحاجات دي. الحاجات دي لو مش موجوده طبعا هيبقى فيها صعوبه، ان انت عايز ما تكشف الحاجات دي، عايز تقول ان في بنش ماركينج معين بنشتغل بناء عليه وندور على ريفرنس عام بدل ما اجيب من الشركه بتاعتي، يعني ممكن تلاقي لها حلول، بس طبعا فيها صعوبه لو العقد مش ذاكر. شكرا جزيلا. في سؤال على الشات مهندس محمد، بيقول لك بخصوص حسابات القيمه المكتسبه وحكم على المشروع من ناحيه الوقت، هذه الطريقه بتتحكم او بتحكم على الوقت من منظور التكلفه وليس من منظور البروجرس بتاع المشروع في الموقع، فهل في طريقه لدمج الطريقتين معا اللي هو الفيزيكال بروجرس مع الكاش فلو؟ هو السؤال في الاول
كان ماشي يعني مظبوط. وبعدين وانا برضو مش مقتنع بالكتابه، بس حسيت انه في كونفليكت. هو في الاول هو برضو يعني احنا قلنا الارند سكادول بيعوض جزئيه عن الارند فاليو، ان هو بيقيس بدل ما بيقيس على محور الكوست بيقيس على محور التايم، فبيعوض جزئيه، وخصوصا تعويض الجزئيه دي يمكن زي ما قلت في البيبر اللي انا كاتبها في الشات سي بي، خصوصا بعد انتهاء المشروع، انه في حاجه ما كنا بنسميها قاعد الزملاء كان قال عنه، انت بعد نهايه المشروع انت بتبلان اجينت ذا وول، انت دلوقتي البلان تبقى 100% والاكشوال بيزيدوا بس، انما لو انت اشتغلت ايرد سكادول فانت الوقت بيزيد والمنفذ مع الوقت بيزيد، فالاثنين بيزيدوا، فبتقدر تقيس كويس البرفورمانس بتحسن ولا لا. فده ميزه الايرد سكادول، ولكن هي فعلا ما زالت بتقيس على منحنى التايم، سوري على منحنى مرسوم بالكوست، فما زالت داخله ما بين الاثنين، بتقيس المنحنى مرسوم بالكوست على منحنى التايم. وعلشان كده التكامل اللي عامله الاي سي اي ما بين التوتال فلوت والارند فاليو يمكن حلل شويه الجزئيه دي عن طريق انه يعرفك ان انت ماشي في انشطتك كريتيكال ولا في النون كريتيكال، وتجمع الاثنين مع بعض، فما تشتغلش بالتوتال فلوت لوحده ولا بالاس بي اي لوحده. علاقه بقى الكلام ده بالجزئيه الاخيره اللي قالها البادجت والكاش فلو، ده موضوع مختلف خالص، انا مش اي ارتباط يعني. انا مش شايف اي ارتباط مباشر. في سؤال هنا برضو بيقول هل بحسب التضخم في التسعير وتأثيره على القيمة المكتسبة؟ تضخم في التسعير وتأثيره على القيمة المكتسبة. كنت حسبت التضخم في التسعير خلاص، ما لناش دعوة بالقيمة المكتسبة. فالمكتسبة أنت عندك استيميت قارن بلاند باكشن، عندك استيميت بمصاريف فعلية بقارنهم ببعض. إنما التسعير ده أنت اللي ممكن فيه خلاله، إنه خلال إنه الكلام ده ليه مدة وله علاقة بالتضخم والانترست والانفليشن والحاجات دي، وتبتدي تشوف البريزنت فاليو والكلام ده تقدر تضيف تاثيره عليه، بس فهتضيفه على الاستيميت، انما علاقته بالارنت فاليو مفيش، انت الارنت فاليو خلاص انت مش انت بتبص على استيميت واكشوال، مالكش دعوه بالكلام. ماشي كده تمام كده. وبالنسبه كده مفيش حد من الساده حضور طلب سؤال ثاني؟ انا بس عندنا سؤال كان وارد برده، والكون الجزئيه دي برده ممكن، سوري معلش، الجزئيه دي برده ممكن يبقى لها وجهها، ان هو انه الارنت فاليو ده حصل في توقيت تاني، يعني ان الاستيميت ده كان في وقت، وان الارنت فاليو ده نفسه اما جيت نفذ، بس ده لو حصل فرق كتير في مده تنفيذ المشروع، يعني خد اكستنشنز كتير او كده، يعني ساعتها ممكن ياثر على كل حاجه يعني، فمش بس على الارنت فاليو، وممكن يبقى له تاثير على الارنت فاليو. فدي بس يعني لو قصد بقى الشخص اللي بيسال. تمام اتفضل حضرتك. تمام. هو طبعا في يعني في نفس المجال طبعا، سواء نفس المحاضره او في محاضره سابقه طبعا اشرت ليها في الكليمز معانا في الجمعيه زي ما حضرتك اشرت قبل كده الاسبوع اللي قبل فات. فبالنسبه لموضوع الكليمز بتاعه العقود، لما يكون سعر حاجه ضمن الفاريشن في نفس الوقت بعد ما خلص وكله فيربالي، في عندك انستراكشنز ريتن وفي فيربال، وفي على حسب الكلاينت يبقى له باور وبريوريتي عاليه، انه مجرد في الميتنج بيقول لك بروسيد واعمل كذا كذا، بعد فجاه من الشهور طبعا تنصل من هذا القرار، على الرغم ان انت نفذت وجبت وعملت، لكن ان انت عاوز توثق الدوكيومنتيشن ديت مع الوقت، لانك عاوز تكسب ثقه العميل، وديت بتحصل زي ما حضرتك عارف وعايش معانا في السعوديه. ف حل المشكله دي ايه؟ ان انت مش عاوز تحرج الكلاينت. هي في العالم كله، هو ال ان سي لما جه يتكلم في الحته دي، هو ومعظم العقود، بس يعني ال ان سي جه في الاخر حط لك كده ايه باندو سماه تراست اند كوبريشن، ان احنا عايزين يبقى في ثقه متبادله وفي تعاون. فرغم ان هو في النص جه حتى قال انه كل المعاملات لازم تبقى مكتوبه، ولكن الناس لما جم بيفسروا بقى في شرح العقد نفسه كده وفي العقود الثانيه اللي ذكرها صراحه، العقود بتذكر صراحه زي الجي سي تي يقول لك انت هنسمح بالفيربال انستراكشن ولكن لازم تسجله بعد كده. فالتسجيل مهم، انت هو قال لك حاجه فيربال وانت عايز تقول ان في ثقه وعايز تعمل علاقتك بيه كويسه وكده، بس هو كاتبها له، ترجع تقوم كاتب له ان احنا في الوقت الفلاني انت اديتنا تعليمات بكذا وحصل كذا هذا، واحنا بننفذ بناء على تعليماتك، هننفذ وهنبدا في خلال المده الفلانيه هنبدا في تنفيذ الاعمال دي، علشان هو بقى يشوف ان هو في الاخر انت اثبتت عليه الجزئيه دي. العقود بقى اللي بتبقى طبعا يعني قويه اكتر بتبتدي تحط لك بقى ايه يعني سيناريو ده، ان انت لو كتبت له حاجه هو المفروض يرد عليك بالتاكيد خلال مده كذا والا ما تنفذهاش، او العكس ان هو لو ما ردش تنفذها، وان كان هو الاوجه ان هو لو ما ردش بتاكيدها ما تنفذهاش، ان هو يعني محتاج ياكدها بعد كده علشان تبتدي تنفذها. فالتسجيل الكلام ده هو اللي هيساعدك بعد كده، لانه الكلام ده اثباته بعد كده، ان احنا لو قلنا انه
في عقود انا كنا نتكلم ان العقد ممكن يبقى فيربل، ممكن ان هو العقد اللي هو فيربل ده بعد كده يبقى يتكون ويبقى عقد كامل الاركان وكل حاجه، ولكن بعد كده اثباته، اثبات ان الكلام ده حصل فيربل هيبقى عامل ازاي، هيبقى في صعوبه. فلو هو متسجل بقى، انت سجلت اللي حصل فيربل ده، سجلته باستمرار وسجلته في مراسلات وغيره، هيسهل شويه. اتسجل مينتس اوف ميتنج بس، بعد كده لما جيت انت تقدمه كفاريشن وتعمل اعتماد عليه وكوست استيميشن وكده وخلاص وتمام، وتوقف وراح له كوست استيميشن وموافق، بس بعد لما جيت تضيفه في المستخلص الشهري قال لك لا مش عاوز. فانت طبعا كده يعني خلاص انت نفذت وعملت الواجب معاه، بس يعني كحق المشروع راح عليك الكوست ده. هتدخل بقى في ديسبيوتس بقى، هتدخل بقى في بتبقى فيها احراج يعني شويه. طبعا بالظبط، ما ده اللي حاصل بقى. يعني على سبيل المثال يعني حوالي اكتر من، يعني عملت اكتر من حوالي 150 فاريشنز، منهم حوالي 15 ديسبيوتس مش عاوز يوافق عليهم على الرغم انك تنفذ وكله تمام واستلم المشروع كمان. فهو حاجه زي فلوس حجم بقى العمل ده، بعد بقى انت هتدخل لمراحل النزاعات بعد كده ولا لا؟ في سؤال هنا موجود، البشمهندس بيقول أدق طريقة لحساب نسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها للبروجرس مع البلاند، هي أفضل طريقة؟ أفضل طريقة أحسبها بنفس طريقة المخطط، يعني أنت المخطط تحسب إزاي، يحسب الفعل بنفس الطريقة بالظبط، هو دي أقرب طريقة. إن أنت دايما، أنت دايما عشان كده بنقول برضه حتى نحن لما بنعمل كوست كنترول أنت بتقارن الاستيميت بالأكشن وتبتدي تشوف التكاليف دي ودي علشان تقدر تقارنهم ببعض. كل ما يبقى الاستيميت فيه دقه وتفاصيل اكتر، لما تجيب اكشوال هتحاول تحط الدقه والتفاصيل دي عليه فتقارن اكتر فتستفيد اكتر. بنفس الطريقه دايما نمشي بنفس الطريقه، انه دايما ماشي بنفس الطريقه. تمام. في سؤال هنا برضو مكتوب، كيف يتم التعامل مع البنود الغير مسعره من قبل المقاول عند استخدام الطريقه المكتسبه؟ كيف يتم التعامل مع البنود الغير مسعره من قبل المقاول عند استخدام الطريقه المكتسبه؟ يعني دي ضفة، ما هو تغيير الكميات وتغيير الحاجات دي بقى محتاج تضيف وتبتدي تغير الاثنين. تغير هو الغير مسعرة دي برضو ليها حالات، يعني انا مش فاهم، يا اما نسيها يا اما راحت عليها يا اما بقى داخله جوه. يعني احيانا احيانا غير مسعرة دي لو هي عمالة على بنود تانية وفي صوت حد من المايك مفتوح دوشة، لو هي نسيها محملة على بنود تانية فهي يا اما تعمل، يعني قصدي غير مسعره مش هتبقى محمله يا باشمهندس، اعتقد انها مش تبقى محمله انها تبقى بنود يعني، يعني اوريدي مفرده في التنفيذ، لان طبعا زي ما حضرتك عارف في بعض البنود بتبقى انترنالي متحمله على بنود تانية وتشيل بعضها والكلام ده كله في الكوست استيميشن بيتعمل حسابها. لكن هو ممكن مضمون السؤال بتاع الباشمهندس انه ممكن تكون البنود دي مفرده بس هو ما سعرهاش. هي هو مثلا حسب العقد برضه، يعني عقود الفيديك القديم كان بيقول ان اللي ما تسعرش ده بيتعمل له سعر جديد وبيتعمل له فاريشن. الفيديك 2017 قال لك لا ده كده المقاول ما سعروش متعمد، يبقى هنعتبره محمل على الاسعار الثانيه، ومحمل بقى احطه في اي سعر واعمل له بريك داون علشان تقدر تعيش معاه في نسب الانجاز. لو هو هيتسعر جديد خلاص هنضيفه، هنضيفه في البلاند ونضيفه في الاكشوال، ما ينفعش نضيفه في واحد من الاثنين بس. زي ما قلت في السؤال اللي قبله انه لازم الاثنين يبقوا ماشيين بنفس الطريقه عشان يبقوا بيقيسوا حاجه، بيقارنوا حاجه ابل تو ابل، يعني حاجه بتشبه مع بعض. في سؤال برضو اخير من باشمهندس بيقول، في الارنت فاليو لماذا يتم حساب البرايس وليس الكوست او العكس؟ ان الكتابه من داخل عربي انجليزي مش واضحه مين قبل مين. هو في الارنت فاليو بيقول لك ليه بنحسب الكوست وليس البرايس، او بنحسب البرايس وليس الكوست؟ هو انت دلوقتي لو هتطلع حاجه مع الكلاينت فانت بتقارن برايس، لان هو ده بالنسبه لك زي ما قلنا من شويه ان هو ده بالنسبه لك كمقاول، ده كاش ان وبالنسبه له كاش اوت، فده لغه مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين، فانت بتقارن برايس. انت لو بتعمل كوست كنترول داخلي فانت بتقارن كوست، بتقارن الاستيميت ككوست بالكوست الفعلي مش بتقارن برايس، لانه انت دلوقتي انت عايز تشوف انت كان المفروض تصرف كام وصرفت كام، فبتقارن كوست بكوست، مالكش دعوه بالبرايس خالص. مظبوط، يعني زي ما احنا درسنا وعارفين ان الكوست ده يخصك انت، لانه طبعا مع البروفيت بلس الكوست يديك البرايس. بالظبط، ما فيش مشكله. كده نشوف في حد تاني لسه ما زال في سؤال ولا لا؟ اعتقد ما فيش حد بيسال حضرتك. كده تمام خلصنا، وبنشكر سعادتك المهندس محمد، ويعني دايما مشرفنا في كل مكان ما شاء الله عليك، ربنا يديك الصحه.
الله.